يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الفل عليك يا عبد الصمد. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا في حلقة جديدة من حلقات صباح الخير يا مصر، حلقة نهاية الأسبوع الخميس الموافق 27 أبريل 2023. في حياة الأمر لا تخلو الحياة من بعض المواقف اللي بتتطلب إن الإنسان فيها لا يكون خجول، علشان لو كان خجول هو هيضر نفسه قبل ما يضر غيره. علشان كده بنسأل حضراتكم سؤال، بنقول إزاي بتتغلب على التردد أو الخجل في رفض طلبات الآخرين؟ لأن أنا بس هنت بشوف لو تقدمت لي خدمة سيئة لازم اللي أنا أقول لأ، والله لازم أنا اللي أنا أرفض اللي أنا أخد الخدمة دي طالما هي خدمة سيئة. موجود بقى في مطعم بيتقدم لي سيرفيس بنرفض، يعني أنا تربيت في بيت اللي هو لأ، أنا في حاجة دافع مقابل ليها يبقى أرفض دي وما أخجلش. ويمكن الدراسات كمان أحيانا بتقول إن أسباب الخجل فكرة البيئة المحيطة اللي أنت موجودة فيها. أنت موجودة في بيئة أو مكان هو بيرفض الأسلوب ده أو بيرفض القمع، واللي أنا بأملي عليك حاجات معينة أو اللي أنا بستغلك، ولا بتعرفي اللي أنت تتعاملي معها. التربية بيبقى ليها عامل مهم جدا، لأن في 30% بيكون كمان ليه علاقة بالوراثة. لو أنت والدك ووالدتك هم خجولين بطبعهم، فطبيعة الحال أنت هتطلعي خجولة. أحيانا الناس بتستغل فكرة اللي أنت بترفضي تقولي لأ علشان خاطر يستغلوكي، ويعني زي ما بنقول كده بالبلدي ياخدوا منك اكبر كم يستنفذوا. بالظبط، يستنفذوكي. فدي برضو مشكله من مشاكل الخجل. لو انت ما قلتيش لا هتلاقي نفسك انت بتستنفذي في امر ما وبتضري وقتك. فلو لقيتي الخدمه او الحاجه اللي انت بتعمليها هي اثرت عليك بشكل مباشر، لا انا هبقى هنا ستوب، انا كده بضر نفسي، فانا لا والله مش هقدر. لان لازم يكون كلنا عندنا اعتقد وقت لنفسنا، وطالما انا قررت ان ده وقت نفسي، ده وقت الشغل، يبقى لازم افصل ما بين وقت الشغل ووقت تلبيه مصالح او طلبات الاخرين تحديدا. يعني بتتعامل ازاي بقى مع المواقف انت دي يا بسات؟ بص هقول لك على حاجه. انا مثلا في العيد يعني كانت السيرفيس اللي بتتقدم او الخدمه اللي بتتقدم في بعض المطاعم مش احسن حاجه، حتى على فكره بعد العيد. يعني انت لو كنت طلبت اي دليفري كده بالليل او اي حاجه هيجي لك بارد، يا يعني مش حلو، يا يعني متاخر. رعيت شوية فكرة انه ضغط، ورعيت شوية انه ده مش العادي، لكن كنت طبعا بتضايق جدا. يعني دي حاجة انا على فكرة بقى من الشخصية المترددة، يعني الشخصية اللي انتوا بتتكلموا عليها النهاردة في الحلقة. اقول لهم لا ولا اقول لهم اه؟ انا ما بحبش ازعل حد مني ابدا ايا كان مين، وما بحبش حد يبقى متضايق مني، مع ان انا ليا النقيض تماما ان انا ممكن اتعصب. يعني لو الموضوع وصل بقى بيسموها ايه، يعني عجرفه من اللي قدامي او طريقه مش احسن حاجه، لا بقلب بقى الناحيه الثانيه خالص، ببقى حد تاني خالص. لكن انا ببقى دايما مش عايزه اضايق اللي قدامي مني لو طلب مني طلب. طبعا انا بتكلم هنا كمان على بالذات الصحاب، لو حد كلمني قال لي على خروجه وانا تعبانه جدا وعندي شغل ومش قادره ان انا اعمل ده وعندي كوميتمنتس ثانيه او ارتباطات ثانيه في خلال يومي، ببقى شويه مش عايزه اضايق اللي قدامي، بالذات لو انا عارفه ان اللي قدامي ده بيمر بظرف معين وعايز ان هو ينزل او في حاجه معينه مثلا مضايقه صاحبتي دي، فبنزل معاها عشان اواسيها. فدايما ببقى عندي خجل ان انا ارفض طلب اللي قدامي. احيان كتيره قوي مثلا في الشغل بنبقى عندنا، وما بتكلمش على نفسي لكن ناس كتيره قوي بيبقى عندنا حاجه في الشغل او عندنا الزميل اللي هو دايما بيرمي عليك شويه لو انت من الشخصيه دي، وهكذا. يعني الشخصيه المتردده او اللي بتخجل ان هي ترفض طلبات الاخرين ما بتقفش عند حته معينه، ما بتقفش عند خروجه، ما بتقفش عند طلب. الموضوع دايما بيبقى ايه، زي ما كان عبد الصمد بيقول، بيستنفذ منك طاقتك ويفضل قدامك يطلب منك يطلب منك. في كتاب اتعمل عن الموضوع ده اسمه How to Say No، كيفية الرفض، ازاي تقول لا، بالذات لو انت شخص مؤدب، انت مش حابب ان انت تحرج اللي قدامك او تكسف اللي قدامك. ومش لازم ان احنا نبقى دايما عندنا، انت قلتي حاجه مهمه قوي، انا اسف على قطعك، بس فكره مش لازم تكسف اللي قدامك. في بعض الناس بيشوف ان الخجل خلاص هيخليني ان انا ما ينفعش اقول لا، اصل لو انا قلت لا هبقى انا مش مثالي بالشكل الكافي، فبالتالي لا هقول او خلاص.
وهاجي على نفسي، مع ان انا من جوايا انا بضر نفسي جدا، ويمكن اكون عندي ارتباطات اجتماعيه وارتباطات اسريه، بس انا هقول لا، هقول اه علشان خاطر ما ينفعش، ما اصل الناس شايفه ان احمد ده الجميل اللي دايما حبيب الكل، لا انا لازم في وقت من الاوقات اقول لا. وفي مرحله الجامعه كمان والمدرسه ساعات احنا بنفتكر انه لو انا رفضت الخروجه دي وخروجه ورا الثانيه ورا الثالثه هيبطلوا يكلموني، هيبطلوا يقولوا لي اجي معاهم، لكن في الحقيقه انت لازم تحط لنفسك البرايورتيز او الاولويات بتاعتك. انت لو بطلت هتريحني برضو. ايه؟ انت لو بطلت اللي انت تكلمني وتقول لي يلا هتريحني برضو، يعني لو هي برضو الخروجات كلها نوع من انواع الاستنفاذ، يعني الاستنفاذ الطاقه يعني. ايوه لا، بس هو في برضو ناس بتبقى عايزه اللي هو لا انا عايزه الناس حواليا، عايزه الصحاب، لكن انت لازم تحط برايورتيز عندك او اولوياتك في يومك عامله ازاي. هل انا النهارده محتاج مثلا اخلص حاجه معينه في الشغل، فلو جاز ميلي طلب مني ان انا اعمل له حاجه معينه او صحيح. ابعت له الايميل ده او الريكوست ده ايا كان الطلب ايه، ابتدي اقول له يعني من بقى كان الكتاب بيقول اسباب او ازاي ان انا ارد بطريقه مؤدبه، اللي هو ايه طيب انا يعني هحاول اساعدك لكن انا مش بوعدك عشان انا عندي اولويات تانية او ارتباطات تانية محتاج ان انا اسلمها النهارده. فدي كانت اولويه في الشغل. لو حد كلمك قال لك يلا ننزل نخرج، وده طبعا طلب كل يوم وانت مستنفذ ماديا ونفسيا، مش قادر، ان جسمك تعبان ومش كل يوم هنقدر نصرف فلوس معينه في الخروجات دي، طيب لا انا معلش النهارده عندي حاجه مع اهلي محتاج ان انا اخلصها، بعد كده ممكن نشوف في الويكند مثلا او صحيح. في اخر الاسبوع هنعمل ايه، وهكذا بقى الليست كده بتكمل انك ازاي تقول لا من غير ما تحرج اللي قدامك، لكن انت محتاج تشوف قدامك اولوياتك انت بقى عامله ازاي. انت بتعمل ايه بقى يا عبد الصمد؟ يعني انت غير لو حد قدم لك خدمه مش عاجباك انت عارف ومتربي على ده انك ترفض حاجه مش عاجباك، لكن لو واحد صاحبك مثلا او حد زميلك في الشغل، بلاش الشغل بقى، بلاش موضوع الشغل اه، بس لو حد زميلك قبل كده زمان كان طلب منك حاجه يحمل عليك في حاجه، انا هختصر لك الكلام ده كله. انا احنا كانسان طبيعي جدا كل مرحله عمريه بتختلف. صح. انا في وقت من الاوقات كان والدي بينتقدني ان انت بتضر نفسك علشان خاطر تسعد اللي حواليك. كان حقيقي، كان ممكن حد يكلمني وانا قاعد لسه هبتدي مذاكره، حد من زمايلي وفتره الثانوي تحديدا بقول لك احنا عندنا مشكله كذا كذا، طب انا اللي بيضيعوا والله، طب انا جاي لكم. فكنت دايما مع صحابي ومكرس وقتي كله لزمايلي طب ضرك الموضوع ده؟ ضرني طبعا مش هكذب. ما هو دي بقى وقت من الاوقات انت لما بتقعدي ما بينك وبين نفسك، ايه ده انا لما بحتاج بسنت بتقولها لي بكل صراحه، طب معلش انا مش فاضيه دلوقتي، طب ممكن نأجل الموضوع ده لبكرة، بترفض بشكل مهذب، بشكل ما يضايقش برضو اللي قدامي ويخليه اللي هو ينفر مني. فبالتالي طب هي شافت مصلحتها، طب يبقى أنا إذن الشخص اللي وقع عليه الضرر، لأن أنا دلوقتي ده أصبح اللي هو بيستنفذ من وقتي من مجهودي، وبالتالي بيأثر على حاجة أنا المفروض اللي أنا كنت هعملها. كل فتره وكل مرحله بتبتدي انت تقيمي نفسك. وبالمناسبه انا بشوف ان من الانسان السوي تحديدا هو اللي بيقعد كل فتره مع نفسه ما بينه وما بين نفسه كده، ويبتدي يشوف هو ماشي في الطريق الصح، يغربل قراراته والناس ومش عيب خالص اللي انا اكون متعود ان انا باخد نهج او مسار معين. فلا انا استوب بقى هنا، لا انا هقرر ان انا هقول لا. احيانا بقول لا لبعض الاشخاص بشكل فيه قله ذوق، لان هو ما ينفعش معاهم غير برج الحمل. خلاص عشان ده برج الحمل، لا مش عشان برج الحمل عنده كده يعني، بس عارف هو، بس على فكره من الناس لا برج الحمل عارف هو قريبه ليا في البرنامج وعارفه طبيعه يعني شخصيتي وبتعامل مع الناس ازاي. انا احيانا بكون ذوق برج الحمل طيب قوي، بس هو دايما بس ما بيحبش اللي قدامي بيستعبطني. لا معلش انا اسف جدا، لا والله مش هعملها، شخصيه اخويا انا عارف. ما انا بقول لك لا والله انا مش هعملها، مش هعملها ليه هو كده خلاص بقى. ما انا اصل هقعد ابرر لك كمان يعني انت عاوز مني خدمه، والخدمه اللي انت عاوزها مني ما بتقدمليش زيها ابدا، وانت لو انا حطيتك في المكان ده مش هتعمل ابدا الموقف اللي انا بعمله. وفي النهايه انت متضايق مني، طب اتضايق يا سيدي مش مشكله. فعشان كده بقول لك لكل يعني موقف قرار.
انا بشوف كل موقف وليه قرار ولكل شخص طالب الموقف قرار مختلف. يعني لما انت تطلبي مني الحاجه غير لما نتكلم مثلا لميا زميلتنا اللي يعني عاوزين نصبح عليها برضو يعني غير لما لميا تطلب مني حاجه في النهايه بعزكم وليكم قدر كبير من المحبه عندي، لكن هي الحياه خد وهات. انت تعاملك معايا في المطلق عامل ازاي؟ ايه اللي بيميز البشر عن غيره؟ هو القدره على التواصل والتعبير عن النفس والذات. فانا بالنسبه لي موقف معين انا هتواصل معاكي فيه بشكل مباشر جدا واقول لك لا يا فساد مش هقدر اعمله، والله انا اسف اصلا ورايا ارتباطات، لما ابقى افضى هبقى اعملها. اهم حاجه ان حضرتك بتقولي لا ازاي. انا بقول لا ازاي، انا بقول لا انه بقيت يعني بتعلم شويه، بحاول ان انا اللي هو ايه، طب بصي انا عندي حاجه للاسف مش عارفه اقول لا دايركت يعني طب بصي انا عندي حاجه لو خلصت بدري هكلمك. طب بصي انا مش عارفه ايه، طبعا بترفضي بشكل شيك. في الشغل برضو بحاول على قد ما اقدر ان انا يبقى عندي يعني لو انا عارفه ان انا فاضيه لا هساعد هعمل، لو لا يبقى خلاص ما يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها هعمل ايه. ده كان كمان زمان لما كنت في بشتغل في شركه قبل كده وعندي تاسك بعملها في اليوم، كنت بكتب التاسك بتاعتي، عشان ده طبعا اي حد بيشتغل في اي مصلحه حكوميه او اي شركه، انت دلوقتي محتاج تكتب انا عندي ايه في يومي محتاجه اخلصه، محتاجه اسلم ايه النهارده، حتى لو انت بتعمل مشروع تخرج او في الجامعه في المدرسه محتاج الاساينمنت ده اعمله ازاي، الواجب ده اعمله ازاي اخلصه، وبعد كده اشوف لو انا عندي وقت كفايه في يومي مش هياثر على تمريني مش هياثر على نومي هساعد فيه صحابي، هخرج فيه مع صحابي، هعمل فيه الحاجات دي، لو لا يبقى لا، يبقى لا لنفسي، لو انا عرفت اقول لا لنفسي الاول هعرف اقول لا للقدامي بكل احترام بكل ادب. على كل حال دي كانت وصفتي انا الشخصيه، وصفه عبد الصمد الشخصيه، وكل واحد فينا كان ليه راي مختلف عن التاني، والرايين في الحقيقه بيحصلوا على ارض الواقع فعلا، لكن احنا مهتمين كمان نعرف راي حضراتكم، انتوا ازاي بتتغلبوا على التردد والخجل في رفض طلبات الاخرين؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، مستنيين ان احنا نستعرض اجابات حضراتكم في خلال الحلقه النهارده وندردش مع بعض فيها ونشوف كده يعني افكار مختلفه في ازاي نقدر نقول لا، لكن بكل ذوق وبكل ادب وبكل احترام. اهلا بيكم في حلقه جديده من صباح الخير يا مصر، بنصبح على حضراتكم. صباح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر، ودلوقتي نروح نصبح على زميلتنا لمياء حمدين ونعرف منها آخر أخبار المرور والطقس. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. صباح الخير عليك يا بسنت، وصباح الخير عليك يا أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير. يعني لمياء عاوزين نعرف بقى منك سؤال حلقتنا، ازاي بتقولي لا، أو هل منين أنت من الناس اللي بترفض بشكل شيك لو الأمر هيجي عليكي؟ هو أول حاجة فكرة إنه حد يجي يطلب مني طلب دي لوحدها مسؤولية، إنه اختصك أنت واختارك أنت علشان يجي يطلب منك أنت طلب، فدي لوحدها مسؤولية أنا شايفاها يعني كبيرة. خلاص إحنا عرفنا نقطة ضعفك فهتقولي بقول لكن ببقى فكرة الخجل إنه الطلب مثلا أنت ما تقدرش عليه، بحاول يعني عموما الدايرة القريبة قوي مني بتبقى عارفة إن أنا هبذل أقصى طاقتي علشان أحقق له طلبه ده، حتى لو هاجي على نفسي شوية ممكن أعمل كده، إنما لو طلب أنت مش قادر إن أنت تحققه خالص بقول يعني انا بحب ان انا اتكلم بمنتهى الصراحه كده واقول انا مش عارفه او انا حاولت ومش عارفه، فده بيبقى يعني طريقتي في الحياه يعني. لكن انه حد بيطلب منك حاجه او عايزك في خدمه ما، طبعا دي مسؤوليه كبيره. انا بحب كمان ابذل طاقه ومجهود، انا في حياتي عموما يعني لو ما تعبتش قوي في الشغل بحس ان انا عندي فراغ كده كبير قوي، فلازم طول الوقت ان انت تعمل ده، واعرف ان انت لما بتعمل خدمه لحد ربنا بيردها لك طول الوقت. على قد التعب على قد ربنا ما بيكافئ يعني. طبعا كل حاجه انت بتعملها في حياتك خليها مبدا كده، اي حاجه بعملها لو ابتسامتك الطيبه للشخص اللي قدامك ربنا هيردها لك في ابتسامه حلوه ليك او لاي حد انت بتحبه، فانا بحب ده، بحب ان انا اعمل اي حاجه لاي حد، بحب كده. يا رب اخبار طقس حلوه بقى. الطقس حلوه قوي النهارده والمرور كمان حلوه قوي النهارده. هي اتفضلي. بصبح عليكم وبصبح عليكم مشاهدينا في كل مكان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبداها من القاهرة ونبدأ جولتنا من شارع رمسيس اللي بيشهد كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي ومكملة لحد ميدان العباسية. هنفضل ماشيين لحد تقاطع شارع صلاح سالم، وهناك برضو في كثافات بسيطة لكنها غير مؤثرة، ولو كملنا ورحنا لحد كوبري الجلاء في هناك سيولة مرورية مكملة لحد طريق العروبة. عند كوبري المطار في كثافات نسبية لكن برضو غير مؤثرة، وبتبدأ كمان تختفي واحنا داخلين على طريق المطار، تظهر كثافات مرورية أعلى الدائري في منطقة السلام وداخل النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عبر الطريق الزراعي.
نفس الموضوع للمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتوستراد والتجمع، وكمان في الاتجاه العكسي اللي جاي من المعادي للجيزة، وبرده كمان في مناطق التجمع الخامس وفي طريقه للبساتين وزهراء المعادي. نروح بقى لشوارع الجيزة في كثافات مرورية إنما بسيطة قوي على محور 26 يوليو اللي قادم من أكتوبر وبيستمر لحد ميدان لبنان. لو كملنا جولتنا من شارع الهرم بيشهد طبعا كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع، كثافات بتبتدي تزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركة سير السيارات، وده بسبب غلق الطريق في تقاطعه مع المريوطية ومنطقة المساحة وشارع العريش ومذكور والطلبية. ظهرت كمان كثافات في منطقة مشعل وكثافات تانية في شارع العريش لحد الطلبية. في كمان كثافات للمتجه لكوبري الجيزة المعدني وشارع فيصل في منطقة الطوابق لحد العشرين. كمان ظهرت في شارع السودان بعض الكثافات ومكملة معنا لحد جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق ومبابة. بتظهر برضو كثافات على محور صفة اللبن للمتجه من الدائري وصولا لشارع السودان، وكمان في كثافات مرورية إنما متحركة وكمان مكملة معنا في كوبري عباس والجامعة والجيزة المعدني. في كثافات تانية ظهرت في ميدان النهضة وصولا لإشارة بين السرايات وشارع النيل السياحي. دلوقتي نروح لمحافظة أسيوط من طريق إنا منفلوط اللي بيشهد كثافات أو بعض الكثافات المرورية، والكثافات دي بتبدأ تقل بشكل تدريجي لحد ما نوصل لميدان أم البطل ومسجد الحسن في مدينة أسيوط نفسها. قدام مستشفى الجامعة بتشهد هناك سيولة مرورية مكملة لحد جامعة أسيوط، ولما هنوصل هناك هنلاقي كثافات مرورية بتبدأ تظهر ومكملة لحد شارع المعلمين وبتبتدي تقل بعد كده بشكل تدريجي لحد الطريق الدائري في المحافظة. أما الطرق الخارجية فطريق أسيوط الغربي في سيولة مرورية وطريق المنيا أسيوط كمان في سيولة مرورية. هنكمل جولتنا المرورية ونروح لحد الإسماعيلية وفي شارع أم كلثوم اللي بيشهد سيولة مرورية متحركة لحد ما نوصل لطريق الإسماعيلية الزقازيق اللي هو كمان بيشهد سيولة مرورية كبيرة جدا. ولو بدأنا الطريق من مبنى ديوان عام المحافظة هناخد طريق عثمان أحمد عثمان اللي بيشهد هو كمان سيولة مرورية كبيرة ومكملة لحد بداية شارع 6. في الشارع هناك بتبدأ تظهر بعض الكثافات المرورية إنما هي متحركة، تبدأ تقل مرة تانية وتختفي لحد ما نوصل لطريق الشهيد عبد المنعم رياض. نروح لطريق أحمد أبو زيد وهناك في سيولة مرورية مكملة لحد طريق الإسماعيلية الزراعي. خلصت كده جولتنا المرورية ونبدأ معاكم جولتنا السريعة عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة الصبح بدري وحار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. كمان في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية. كمان في نشاط للرياح على بعض المناطق. درجة الحرارة النهاردة في القاهرة 32 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 36 درجة، أقل درجة حرارة هتكون في مطروح 22 درجة. وهنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد شوية. أهلا بحضراتكم من جديد. النهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، لكن وكالعادة خلونا الأول نبدأ بأهم الأحداث اللي حصلت امبارح، واللي أبرزها كان أن سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من تشارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي، وتم فيها مناقشة عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان. وكمان خلال الاتصال أشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أهمية الدور اللي بتقوم به مصر لدفع جهود التواصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. يعني ربنا يجعل الوساطة اللي بتقوم بها مصر يعني هي سبب في انفراجة الأزمة في السودان ويحفظ السودان يعني حكومة وشعبا كده بإذن الله. طيب خلونا كمان نتكلم عما يحدث في مجلس الوزراء، لأن امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكمان تابع مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024. خلونا نعرف أخبار أكثر من خلال هذا التقرير. في
مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي. تناول الاتصال عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي، وعلى رأسها تطورات الأوضاع في السودان. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية المتدهورة وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، كما أشار لأهمية الدور اللي بتقوم به مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف إطلاق النار وتهدئة الأوضاع في السودان. امبارح استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية. شهد اللقاء قيام الدكتور رشاد العليمي بإطلاع الرئيس على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، وأكد الرئيس على الموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء نتائج الدراسة الإكتوارية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وأكد رئيس الوزراء إن الدولة بتستهدف استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل، علشان كده الدراسة الإكتوارية بتحدد المسار الأكثر توافقاً مع مستهدفات الدولة في امتداد المنظومة وتحقيق رؤية القيادة السياسية في ضغط الجدول الزمني لإنجاز المشروع. امبارح استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مستهدفات موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، وأكد رئيس الوزراء التزام الحكومة بالعمل على تحقيق مستهدفات الموازنة الجديدة، خاصة فيما يتعلق بالوصول لفائض أولي من الناتج المحلي الإجمالي وخفض عجز الموازنة وفق النسب المخططة، مع توسيع شبكة الحماية الاجتماعية والتعامل مع أثار التحديات الاقتصادية. كمان وجه مدبولي بضم قطاع السياحة للمبادرة الخاصة بدعم القطاعات الإنتاجية اللي بتشمل حالياً قطاعي الصناعة والزراعة، وده في إطار توسيع قاعدة المستفيدين من المبادرة دي لأهمية قطاع السياحة في دعم الاقتصاد الوطني، علشان كده تم التوافق على تخصيص 10 مليار جنيه لقطاع السياحة ضمن المبادرة دي، ليصل إجمالي التمويل اللي بيتم إتاحته من خلالها ل 160 مليار جنيه للقطاعات الإنتاجية المستهدفة. امبارح مجلس الوزراء أكد إنه ابتداءً من بكرة هيتم العمل بالتوقيت الصيفي، وتكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة، وهيستمر العمل بالتوقيت ده حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر. يعني النهاردة بالليل كده هنبقى نايمين، نصحى بقدرة قادر نلاقي نفسنا بدل ما صحين 6 صحين 7. انا بقى بدل 4 مع انك انت صاحيه 6 برضه، فاهم؟ بس هو فكره العمل بالتوقيت الصيفي اللي يعني رئيس الوزراء او مجلس الوزراء اقره، يعني احنا بنناشد طبعا المواطنين ان هم يعني ياخدوا بالهم النهارده بالذات ان هيتم تغيير الساعه، فخلوا بالكم عشان ما يروحش عليكم نومه او تروحوا الشغل متاخر. اه بالظبط، ونجيبها بقى الحجه بقى في التوقيت الصيفي. أيوة. احنا مالناش دعوه، انا جاي في معادي والله يا فندم، بس الموضوع يعني، لكن على فكره ليه فوائد كتير. يعني فكره ان انت تستفيدي بساعات النهار لان النهار بيبقى اطول في الصيف، وفكره ترشيد الكهرباء في المصالح الحكوميه. أيوة أكيد. بس يمكن زي ما ليه فوائد ليه اضرار. احنا لسه خارجين من رمضان، الناس بتشتكي من قلبه اليوم. أيوة. واللي احنا مش عارفين يعني نظبط يومنا لسه، فانت قمت دخلتي عليهم بساعه زياده يعني، فربنا يسلم يا رب. طيب تعالوا نروح لجولة أخبار المحافظات، لأن معانا مجموعة أخبار متنوعة في محافظات الجمهورية حدثت بالأمس، منها الانتهاء من بناء 9 مجمعات زراعية بيطرية في زفتة ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة الغربية، وكمان تنظيم قوافل طبية لمدة 4 أيام في واحد سيوة. كمان امبارح عبد الصمد حصل حاجات كتيره في المحافظات المصريه، منها انه تم افتتاح معرض المنتجات التراثيه واليدويه ديارنا عربيه، وده ضمن احتفالات محافظه شمال سيناء بعيدها القومي، وانهاء كمان الاستعدادات الخاصه بانطلاق الاولمبياد للمحافظات الحدوديه واللي بيتم تنظيمها في محافظه مطروح، واخبار تانيه كتير هنعرفها في سياق التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من الغربية اللي تم فيها الانتهاء من بناء 9 مجمعات زراعية بيطرية بإجمالي تكلفة بلغت 50.9 مليون جنيه بمختلف قرى مركز زفتة، وده ضمن أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم كافة الخدمات اللي بيحتاجها المزارع بالقرية بشكل حضاري ولائق.
في البحيرة بيتم استكمال أعمال رفع كفاءة وازدواج الطريق من نفق إدكو حتى مزلقان الملح بطول 1.1 كيلومتر وبتكلفة 15 مليون جنيه، وده ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للمديرية. كمان قامت مديرية الطرق برفع كفاءة شوارع خلف المزرعة والشارع المؤدي لشارع عبد السلام الشاذلي بتكلفة 2 مليون و700 ألف جنيه. في سيوة هيتم تنظيم قافلة طبية وعلاجية لأهالي قرى أبو شروف، أم الصغير، مشندت وبهي الدين، ده بمركز سيوة على مدار 4 أيام بهدف تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان. في شمال سيناء شهدت المحافظة افتتاح معرض المنتجات التراثية واليدوية ديارنا عربية اللي بيتم تنظيمه في إطار الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة والذكرى 41 لأعياد تحرير سيناء. المعرض بيشهد مشاركة ما يزيد عن 20 عارض نصفهم من محافظة شمال سيناء لعرض المنتجات السيناوية ذات الطابع التراثي المميز. في دمياط تم تقديم الخدمات الصحية ل 3497 منتفع خلال فترة أجازة العيد بواقع 2664 متردد على خدمات الطوارئ، إلى جانب تطعيم 201 حديث الولادة بالجرعة الصفرية لطعم فيروس بي وصرف الألبان الصناعية ل 584 طفل، وكمان فحص 48 شخص من المقبلين على الزواج. في مطروح أنهت مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة استعداداتها لاستقبال اللاعبين المشاركين بأولمبياد المحافظات الحدودية في نسختها الرابعة واللي بتستضيفها مطروح، ومن المقرر أن تنطلق البطولة بمشاركة 6 محافظات حدودية. في سوهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن نجاحها في إجراء 1985 عملية جراحية ما بين متقدمة وكبرى و229 عملية قسطرة قلب، بالإضافة ل 205 حالات زراعة قوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي، وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحرجة. سألنا حضراتكم إزاي تتغلب على التردد والخجل من طلبات الآخرين وجاوبتوا علينا على صفحتنا على فيسبوك. خلونا نستعرض مع بعض بعض من إجابات حضراتكم، ونبتدي بأستاذ أحمد أبو روكا اللي بيقول: صباح الخير على مصر كلها، للأسف عندي خجل وباجي على نفسي عشان ما بعرفش أرفض لحد طلب حتى لو على حساب نفسي، بحاول أغير من نفسي في العيب ده والله المستعان. يعني ربنا يوفقك في حاجة زي دي، وزي ما قلنا لك يعني لو أنت شايف إن ده عيب ومتضايق قوي من حاجة زي دي، ابتدي إنك رتب أولويات يومك، ومن هنا هتعرف تقول لأ ليه ولأ إزاي بطريقة مؤدبة. ده حقيقة أستاذ محمد. خلينا نروح لجهان المصري بتقول: صباح الخير على أجمل مذيعين وكل عام وأنتم طيبين. الخجل والتردد، ما ينفعش أرفض طلب لحد لو في خير أو حل مشكلة. أنا طبيعي بتحرج، واللي أنا أرفض طلب لحد بصبح على أمي وعلى أهل مصر الكرام. بصي أنا متفق معك جدا، لو الموضوع فيه خير لحد ما ينفعش اللي أنا أكون يعني أقف في الخير ده أو سبب لوقف الخير ده تحديدا، ولو أنا في إيدي اللي أنا أحل مشكلة وتحديدا لو خصومة ما بين طرفين فدي أجرها وثوابها كبير جدا عند ربنا، فلازم اللي أنا حتى لو هاجي على نفسي علشان أقدر اللي أنا أحل المشكلة دي. حقيقي أستاذة دعاء أمير بتقول: عن طريق الدبلوماسية في الاعتذار بطريقة ما، ما تحملنيش فوق طاقتي وفي نفس الوقت ما تزعلش اللي قدامي، أختار حجة مقنعة. ده أحسن حاجة تبقى دبلوماسي في ردك وتبقى كده صحيح. اللي هو إيه هنشوف إن شاء الله إن شاء الله بالظبط بكرة. كلمة بتضايقني أوي زمان وأنا ضعيفة. يعني ده كان سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، ولسه مستنيين إجابة حضراتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة لغاية الساعة 10 الصبح. مكملين في يعني النصايح اللي يمكن انتم ممكن تدوها لنا وان احنا ممكن نشارك حضراتكم بيها، لكن دلوقتي نروح لفاصل. نطلع فاصل سريع، لكن كلامنا معاكم في صباح الخير يا مصر لسه متواصل حتى العاشرة صباحا، انتظرونا. بصبح عليكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون مائل البرودة صباحاً وحار نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد. إنما بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء،
وفي فرص لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية ونشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكثر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بيكي، وطمنين عن حالة الطقس خصوصا أن في ظواهر جوية زي الرياح المثيرة للرمال والأتربة وفرص لأمطار، فعايزين نعرف تفاصيل الجو وإيه المنخفض أو المرتفع الجوي اللي احنا متعرضين له دلوقتي. هو احنا طبعا اليوم مستمرين في الارتفاع المؤقت والطفيف في درجات الحرارة في أغلب محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى والمناطق الجنوبية، لكن السواحل الشمالية الغربية تبدأ تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية، فهيكون في انخفاض في درجات الحرارة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد، لكن باقي مناطق الجمهورية بتتأثر بالكتل الهوائية الصحراوية القادمة من مناطق صحراوية، فده بيؤدي لإحساسنا بارتفاع درجات الحرارة خلال فترة النهار في أغلب المحافظات، وإحساسنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، الأجواء الشديدة الحرارة على جنوب الصعيد، المناطق الساحلية بتكون عليها الأجواء مائلة للدفء خاصة سواحلنا الشمالية الغربية، ده هيكون فترات النهار. خلال فترات الليل مع غياب أشعة الشمس ودخول الجبهة الباردة في أغلب محافظات الجمهورية هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وخاصة ساعات الليل المتأخر فترة الصباح الباكر، لأن كمان اليوم متوقعين أن يكون في نشاط للرياح في أغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، نشاط الرياح ده هيساعد بشكل كبير على إحساسنا بانخفاض درجات الحرارة فترات الليل والأجواء المائلة للبرودة في أغلب محافظات الجمهورية، دايما نشاط الرياح يخلينا نحس بقيم درجات حرارة أقل من اللي بنقولها دايما في النشاط. بالإضافة كمان نشاط الرياح ده ممكن يكون مثير لبعض الرمال والأتربة في بعض المناطق من شمال الصعيد، بعض الأماكن المكشوفة في القاهرة الكبرى يعني على فترات من اليوم، لكن مش هيأثر بشكل كبير خاصة في القاهرة الكبرى. طب هل هيأثر على مرضى الحساسية؟ يعني الرياح المحملة بالرمال والأتربة هتأثر بشكل كبير عليهم ولا الموضوع عابر وخفيف؟ هو يفضل طبعا يعني عشان احنا اي ذره تراب تبقى موجوده في الجو بيأثر على مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه، فيفضل لو احنا هنخرج النهارده مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه في المناطق الموجوده في القاهره الكبرى او شمال الصعيد واحنا خارجين نرتدي الكمامات، لان دايما الاتربه والرمال المثاره طبعا بتأثر عليهم، لكن ان شاء الله ما تأثرش على الرؤيه الافقيه على الطرق. بالاضافه كمان ان مع الكتل الهوائيه الشماليه القادمه من على البحر المتوسط اللي هتأثر على السواحل الشماليه الغربيه هيكون في فرص لسقوط الامطار على مطروح والاسكندريه، وهي فرص امطار خفيفه اليوم غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه. احنا بنقول الارتفاع ده مؤقت في درجات الحراره لانه متوقع من غدا ان شاء الله الجمعه تبدا بقى الكتل الهوائيه القادمه من جنوب اوروبا تاثر على اغلب محافظات شمال البلاد حتى شمال الصعيد، منخفض جوي موجود في طبقات الجو العليا ومتعمق بشكل كبير على ارتفاع من 5 ل 6 كيلو من سطح الارض، تبدا نشعر بانخفاض ملحوظ في درجات الحراره بحوالي 6 درجات عن اليوم، غدا متوقع عظمى تكون 26 درجه مئويه بالنسبه للقاهره الكبرى، وبعد غدا توصل ل 25 درجه مئويه، فرص الامطار هتمتد لباقي المناطق الساحليه وشمال الوجه البحري، فمن غدا ان شاء الله حتى منتصف الاسبوع القادم هنعيش اجواء رباعيه فتره النهار، فترات الليل هنرجع تاني نحس بالبروده لان كمان هيبقى في نشاط رياح مستمر معانا، فمهم جدا ناخد بالنا. الاكيد اللي لازم واحنا خارجين فترات الليل لو بنخرج فتره الليل او فتره الصباح الباكر لازم نصطحب معانا جاكيت لان هنحس بالبروده مره اخرى، بقدر الامكان نتجنب التعرض المباشر لاشعه الشمس اليوم خاصه فتره الظهيره، وزي ما قلنا في الاول مرضى الحساسيه الصدريه والجيوب الانفيه لو احنا خارجين نرتدي الكمامات. بشكرك من هي، شكرا جزيلا للدكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده ونبداها بالقاهره العظمى فيها 32 والصغرى 18، العاصمه الاداريه 32 17، اسكندريه 24 16، العالمية الجديدة 25 16، مطروح 22 15، دمياط 28 16، بورسعيد 29 16، الإسماعيلية 34 17، السويس العظمى فيها 32 والصغرى 18، العريش 28 17، كاترين 25 6، طابة 30 20، حلايب 27 22، شلاتين 31 23، شرم الشيخ 33 22، الغردقة 35 22.
الفيوم العظمى فيها 32 والصغرى 18، بني سويف 33 17، الوادي الجديد 35 22، أسيوط 34 17، سوهاج 35 19، قنا 36 22، الأقصر 36 22، أسوان العظمى فيها 36 والصغرى 21. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة، ودي كمان توصيات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لأحمد وباسانت نكمل معاهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا، والشكر موصول طبعا للدكتورة منار غانم. دلوقتي جي معدنا مع أهم الأخبار والأحداث اللي هتحصل النهاردة، وكمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة 33 من الدوري الإنجليزي والجولة 31 من الدوري الأسباني. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فهيئة السكة الحديد هتدفع بثلاث قطارات إضافية لاستيعاب كثافة العائدين من السودان وتسهيل عملية انتقالهم من الوجه القبلي إلى القاهرة، وده في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كافة أنواع الدعم والتسهيلات وسبل الراحة للعائدين من السودان. النهاردة العشاء الدوري الإنجليزي موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 33 من عمر المسابقة. هيلتقي ساوثهامبتون مع بورنموث الساعة 9:15 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي إيفرتون مع نيوكاسل يونايتد، والساعة 9:15 بالليل مباراة توتنهام مع مانشستر يونايتد. النهاردة العشاء الدوري الأسباني موعدهم مع ثلاث مباريات قوية في إطار الجولة 31 من عمر المسابقة. هيلتقي فياريال مع إسبانيول الساعة 7:30. في نفس التوقيت هيلتقي فالنسيا مع بلد الوليد. 10 بالليل مباراة أتلتيك بلباو مع إشبيلية. يعني بنتكلم عن بداية موسم حصاد القمح تقريبا في كل محافظات الجمهورية. في محافظة المنيا تحديدا انتظمت أعمال توريد القمح داخل 42 موقع تخزيني لاستقبال المحصول من الموردين والمزارعين. تعالوا نعرف تفاصيل أكثر من خلال هذا التقرير. احنا بنحمد ربنا سبحانه وتعالى ان المساحه المزارعه عندي 243 الف فدان، المستهدف بالنسبه لي ان شاء الله باذن الله 450 الف طن، بل نزيد ان شاء الله على كميه المحصول او المساحه المزارعه بالنسبه لي. ان انا لما بسال المزارع النهارده انت جبت قد ايه للفدان، بيقول لي 26 و27 و28 اردب، يعني بالتالي ان شاء الله وبناء عن التوريد الاختياري فالمزارع النهارده عايز يورد كميه القمح بتاعته كلها، فهتبقى ان شاء الله التوريد عالي جدا باذن الله. بالنسبه للمحصول القمح السنه دي الحمد لله ربنا كرمنا بالجو الطراوه اللي احنا فيه ده، هو ان القمحيه واخده حقها في الانتاج وطالعه يعني بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه، والانتاج زايد عن السنه اللي فاتت. بس وبالنسبه طبعا لسعر القمح، يعني السيد برضو رئيس الجمهوريه والسيد رئيس الوزراء والساده المسؤولين برضو قاموا بالتعاون مع الفلاح برفع ايه سعر القمح، ان هو السنه اللي فاتت كان ب 800 من 800 ل 900، السنه دي ب 1500. طبعا هم باصين لنسبه الغلاء اللي هو حصل في الفتره الاخيره دي هي، يبقى طبعا يعني حاولوا ان هم يغطوا على قد ما يقدروا، زودوا اسعار القمح على قد ما قدروا برضو، يعني السنه دي برضو 1500 بحيث ان هم يقفوا بجوار الفلاح. بالنسبه لتوريد القمح السنه دي ان شاء الله تمام التمام، والمحصول جاي بالفدان جاي ب 25 اردب، وبالنسبه لتسهيلات المطحن هنا تمام التمام، وعاملين سيستم كمبيوتر من اول باب تسجل على الكمبيوتر لحد الميزان، كل حاجه كمبيوتر، والقبض خلال 48 ساعه من التوريد. والناس هنا صراحه متعاونين معانا، والعجل بيخش على طول، العربيه بتبقى في ساعه ساعه ونص. السنه اللي فاتت كان العربيه بتبقى يومين ثلاثه، حاليا الوقت يعني النظام كويس وفي ترتيب وفي كل حاجه. وبالنسبه لاسعار القمح السنه اللي فاتت كان 850، السنه دي بيجي 1500، واسعاره كويسه وتمام التمام. يعني ازاي تتغلب عن او على التردد والخجل في رفض طلبات الاخرين؟ ازاي بقى؟ قولي لي ازاي. تعالى نقرا مع بعض شويه كومنتس، نستعرض بعض الكومنتس اللي الناس كتبتها لنا، ونبتدي باستاذ احمد ابو دهب اللي بيقول صباح الخير من كفر الشيخ على اجمل مذيعين، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه طيب، وبنصبح على كل اهل كفر الشيخ. انا طالما انا قد اني اوفي الخدمه مش بتردد، انما ان لم استطيع بقول مش هقدر اوفي، ولكن ولا يمكن الخجل.
يعني هو لو قادر بيعمل حاجه، لو مش قادر خلاص وفشل. في كحلاوي فتحي محمد بيقول صباح الخير عليكم من اسيوط، يعني صباح الخير على كل الاسيطه. اولا على حسب الطلب والشخص اللي هو طالب مني الطلب نفسه، اذا كان من الاهل او الاصدقاء او الزملاء فممكن اللي احنا نساعده بقدر المستطاع وما ينفعش نرفض نهائي، لكن لو الشخص صاحب الطلب من بعيد ففي الحالة دي لو كان المطلوب نقدر نعمله مش هتأخر ونقدم وأقدم لي المساعدة، لكن لو المطلوب حاجة صعبة فبقول لأ بدون خجل أو تردد. بص يعني هو أنا متفق تماما مع حضرتك والأقربون أولى بالمعروف، لكن صدقني لو أنت قدرت اللي أنت تقدم خدمة أو طلب لحد ما تعرفوش ده أجره وثوابه هيكون أكبر كفاية اللي هو يدعي لك دعوة حلوة وتكون من نصيبك يا رب. يعني دلوقتي نوح مع حضرتكم لموجز لأهم وآخر الأنباء مع لميا، تفضل يا لميا. شكرا لك باسانت. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها، وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عرض الرئيس السيسي مستجدات جهود مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار والاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل المسار السياسي والحوار السلمي. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع المتدهورة في السودان وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية دور مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدما بالشكر للرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة 23 لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في 3 مايو المقبل. وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية. وثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية. وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين إلى مطار شرق القاهرة قادمين من السودان بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا أن عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان بلغ 2679 مواطنا حتى الآن. أعلن الجيش السوداني موافقته المبدئية على مبادرة منظمة إيجاد لتمديد الهدنة في السودان لإيجاد حل للأزمة الحالية. وفي بيان له قال الجيش السوداني أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم مبادرة منظمة الإيجاد. وأضاف البيان أنه تقرر تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات وحلول للأزمة الحالية وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإفادة ممثل واحد من القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة.
أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 512 شخصا وأصابت 4193 آخرين جراء الأحداث الجارية بالبلاد منذ 15 من إبريل الجاري، ومن بينهم 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية، ذكرت وزارة الصحة أن الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف، مشيرة إلى أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غدا إعلان بايدن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. وشدد بايدن على أن سنه البالغ 80 لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه، لأنه بحال جيدة ومتحمس بشأن أفاق الفوز بولاية ثانية. كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية. أعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني سيرجيو ماسا أن بلاده تعتزم تسديد ثمن واردتها الصينية باليوان بدلا من الدولار الأمريكي. وخلال اجتماع مع السفير الصيني، قال وزير الاقتصاد الأرجنتيني إن بلاده ستدفع جزءا من واردتها باليوان بما يساوي أكثر من مليار دولار الشهر المقبل، مؤكدا أن هذه الآلية ستحل محل استخدام احتياطات الأرجنتين المتناقصة من الدولار. ورياضيا، استعاد الزمالك انتصاراته في بطولة الدوري الممتاز لكرة القدم، وذلك بفوزه على ضيفه فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد، وذلك في المواجهة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولي والمؤجلة من الجولة 19 للمسابقة. سجل هدف الزمالك اللقاء الوحيد مهاجمه التونسي سيف الدين الجزيري في الدقيقة 11 من زمن الشوط الأول. بهذه النتيجة رفع الزمالك رصيده إلى 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري الممتاز، وبفارق 3 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثالث و6 نقاط عن فيوتشر صاحب المرتبة الثانية، فيما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 30 نقطة في المركز 11. مشاهدينا، انتهى موجز أسامنا وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. يعني بدأ فصل الربيع، وزي ما بيتقال كده الدنيا ربيع والجو بديع، لكن دايما بتنتشر أدوار البرد في هذا الفصل، وكلام كتير منتشر عن متحور جديد لفيروس كورونا اسمه أراكتورس. المتحور ده هو أسرع انتشارا من المتحور اللي قبليه اللي كان موجود قبل كده اللي اسمه كراكن، اللي يعني كان منتشر في عدة أشهر فائتة، وتم يعني وجوده أو رصده في أكثر من 22 دولة، منهم الولايات المتحدة وكمان بريطانيا وغيرها من الدول الأوروبية. حقيقي زي ما أنت قلت، مع بداية فصل الربيع مع اختلاف الفصول بنلاقي بشكل عام أنه في بعض الناس عندها طبعا جيوب أنفية أو عندها حساسية من الجو ده بشكل عام، و كمان بسبب ارتفاع درجات الحراره ونزول درجات الحراره وعدم خلينا نقول الانستابيليتي الموجوده، او مفيش كده رتم واحد للجو، الجو عمال يتقلب، فكلنا حاسين بادوار برد. انا شخصيا عندي زكام شويه، فيا ترى هل ده برد؟ هل ده المتحور الجديد؟ ايه مخاطر المتحور الجديد؟ وهل في مخاوف من انتشاره بشكل اوسع؟ مين الفئات الاكثر عرضه للاصابه بيه؟ وده المهم، ازاي نحمي نفسنا من اي فيروسات تنفسيه سواء كان كورونا او حتى الانفلونزا الموسميه. كل التفاصيل دي هنعرفها من الدكتور امجد الحداد، استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح، اللي منورنا النهارده في استوديو صباح الخير يا مصر. اهلا بيك يا اهلا بيك صباح الخير يا دكتور. ساده مشاهدينا كل سنه وانتم طيبين. دكتور، اهلا بيكم كويس. طيب، أراكتورس ده اسم المتحور الجديد. تمام. قبل ما نسال على أراكتورس، عاوز اعرف هو هل فيروس كورونا
مازال موجود ومازال منتشر، مازال في خوف منه، مازال هو يعني في حالة طوارئ قصوى في منظمة الصحة العالمية بسبب هذا الفيروس، ولا خلاص هم ونزاح زي ما بيتقال؟ محليا احنا مستقرين تماما، معظم الحالات اللي بنشوفها ما بقيناش نقول دي كورونا ولا برد ولا انفلونزا، لان الحالات كلها من درجة المتوسطة والبسيطة. في حالات بنشوفها، لان زي ما انت قلت احنا في تغيير الفصول ما بين انخفاض وارتفاع في الحرارة، لا انا هتقل ابني، لا الجو ساقع النهاردة، لا الجو حر النهاردة، لا انا خففت بدري، بنلاقي على طول في نزلات برد، حر الصبح ساعة شوية بالليل، وبعد كده شوية في 3 ايام مطرة، وفي ساعة تاني وبعد كده حر. كل التقلبات الجوية دي هي موسم انتشار العدوات التنفسية، ايا كانت برد انفلونزا كورونا، هو ده موسم الانتشار. فاحنا الحمد لله هو ده الموسم، والحالات اللي موجودة حالات بسيطة سواء كان برد او انفلونزا او كورونا. عالميا لسه منظمه الصحه العالميه بتقول انها هتخفف الاجراءات، لان فيروس كورونا عالميا ابتدى يضعف، لان التحورات اللي بتحصل للفيروس ممكن تزود القدره على الانتشار ولكن بتضعفه كحده وكخطوره اقل. نسب الوفيات عالميا من كورونا قلت بنسبه كبيره جدا، لدرجه ان هو ممكن قريبا جدا بسبب ضعف الفيروس كورونا اصبح دور برد، كورونا اصبح موسمي، كورونا اصبح انفلونزا. هنتعامل معاه مش بصوره جائحيه او بصوره وبائيه زي ما كان بيحصل قبل كده، هنقلل المحاذير، هنقلل الاحتياطات اللي كانت بتحصل، لانه بالفعل ابتدى يضعف تحوره بسبب منظومه اللقاحات اللي كانت موجوده خلته بقى اضعف. حتى التحورات اللي بتحصل بتفقده قدرته على الفتك وقدرته على احداث المضاعفات. معظم الحالات بتكون التهاب في الجهاز التنفسي العلوي، مشاكل الرئوية الخطيرة، الحق ده أنا في التهاب رئوي، أنا محتاج أكسجين، أكسجين بيقل. كل المشاكل اللي كان بتحدثها كورونا في بداية وجوده قلت بنسبة كبيرة جدا، لدرجة إن إحنا ما بقيناش نقول للمريض يعمل مسح، مش نقول للمريض يعمل أشعة، لأن أعراضه مش محتاجة إن هو يعمل ده كله. أعراض جهاز تنفسي، أنا دافي شوية، أنا مسكوم، بدعك في عينيا، عندي احتقان في زوري. طب هو يا دكتور انا عندي كورونا؟ يا سيدي مش هتفرق، هي عدوى تنفسيه سواء برد او انفلونزا او كورونا، احنا هناخد الاجراء المتبع. احنا في انفلونزا بنقول لك ارتاح، هترتاح، هتعمل تشرب سوائل، هتاخد خافض الحراره، هتعزل نفسك، لان مش شرط ان كورونا تكون خطيره، الانفلونزا نفسها ممكن تبقى خطيره، وخطوره الانفلونزا بتبقى على كبار السن. فمعنى انا بقول لك ارتاح 3 4 ايام، انا مش بخوفك واقول لك لا، ده انا ممكن تكون حد كبير سن، حد ضعيف مناعيا، أيوة يكون واقع الاصابه عنده خطير. انا اسف يا دكتور، بس في فرق ما بين الراحه في المنزل والراحة مع العزل زي ما كنا بنعمل زمان. هل دلوقتي كورونا بتتطلب ان انا يبقى في عزل زي زمان، ولا خلاص لو احنا بنتكلم في سرعة انتشار هو ده الفرق ما بينها وما بين لو البرد؟ عندك في منزلك كبير سن او شخص مريض امراض مزمنة يفضل ان انت تبعد عنه حتى لو عندك برد. ليه؟ لان وقع لإصابة البرد او الانفلونزا او كورونا على كبير السن بتكون اشد فتكا، رغم ان احنا قلنا ان هو ضعف واقل خطورة، الا ان زال الفئة دي حتى مع الفيروسات الضعيفة بتكون مناعتها قليله، بتكون وقع الاصابه عليها اخطر. فبالتالي لو عندك شخص كبير سن، شخص مريض سكر، شخص مريض قلب، وعندك دور برد، مش هقول كورونا، دور برد، هتعزل نفسك عنه. طيب حضرتك انا عايزه افهم دلوقتي ليه في اسامي للمتحورات؟ احنا كل شويه عندنا اسم جديد، مش عارفه دلتا، دلتا رقم كام، بعد كده اركتوريس، بعد كده كان قبله اوميكرون. لو انا كده كده الاجراءات هتبعها هي هي، ايا كان ايه هو نوع نزله البرد خلينا نقول او نزله الكورونا المتحوره الجديده، ليه في اسامي كتيره؟ هل بتختلف في الادويه؟ هل بتختلف في الراحه؟ ولا ما اصل انا برده ما فيش تحليل، طالما ما فيش مسحه ما فيش تحليل هيقول ده ايه بالظبط، فليه بيتم دايما انتشار اسم جديد للمتحور؟ مش اسم جديد، هو احنا لازال دلوقتي احنا لازال في اوميكرون، هو ده تحور فرعي من متحور اوميكرون، حصل تغيير في السلسله الجينيه اكس بي بي بقى حصل فيها نوع من التغيير، فبالتالي اكسبته قدره، ده اسم علمي، مش معنى ان في اسم جديد وتحور جديد تغيير في السلسله الجينيه ان هو في تغير في علاجه او تغير في لقاحه، هو نفس اللقاح ونفس العلاج. الاسم ده منظمه الصحه العالميه بتسميه لما يحصل تغيير او طفره جينيه للسلاله اللي موجوده، فبتطلق عليه اسم جديد لاتيني جديد ان هو ده الاسم الثالث، اوميكرون، دلتا كرون، دلتا بلس، وهكذا. فكل الاسماء دي هي اسماء بتطلقها منظمه الصحه العالميه لو حصل تحور في السلاله الجينيه للمتحور. احنا لا نزال في اوميكرون على فكره، اوميكرون هو السلاله السائده حتى الان، هو تحور ثانوي فرعي من اوميكرون، فاوميكرون لا يزال هو اللي هو السائد حتى الان، والتحور ده هو تحور فرعي من اوميكرون، ولا مش هيغير في علاجه، هو نفس البروتوكول. عايز اقول لك ان كورونا الان مش محتاج بروتوكولات خاصه الا في فئه معينه اللي ليها مضاعفات معينه، كبار سن واصحاب امراض مزمنه اللي بياخد بروتوكولات خاصه،
معظم الناس اللي بيجيلها كورونا الفتره دي المعالجه بتكون معالجه منزليه بالخوافض الحراره التقليديه، نسب الشفاء 90% للحالات البسيطه بدون ادويه، الادويه التقليديه ما بنحتاجش لدواء خاص، ما بنحتاجش لحقن معينه او مضادات معينه لعلاج كورونا، هو كورونا فيروس تنفسي مش بيحتاج اي مضادات حيويه، الادويه التقليديه اللي بنعالج بها البرد هي اللي بنعالج بها 80% من اصابات كورونا. امتى بحتاج امنوبلافير او تعليق ادويه خاصه مناعيه خاصه؟ في حالات خاصه، كبير سن عنده مشاكل تنفسيه، عنده سكر، عنده اعراض مزمنه، وانا خايف عليه من مضاعفات الفيروس، بياخد بروتوكولات خاصه تحت اشراف طبي. غير كده معظم الادوار بالفعل هي ادوار بسيطه، حتى العيان اصلا بيستخف بدوره انه شاط احتقان بصوت. فكره كورونا والهلع ومشاكل التنفسيه والنهجان والكحه والحراره الشديده ما بقيناش نشوفها بنسبه كبيره الان. ده حقيقي. طيب لو بنتكلم على ان نسبه الشفاء اصبحت اعلى او اكثر استجابه دون يعني لجوء لبروتوكول خاص تحديدا، اراكتورس هنرجع نتكلم برضو عليه، وزي ما حضرتك ذكرت هو متفرع او حاجه ثانويه متفرعه من اوميكرون. طيب ايه الاعراض بتاعته وايه بروتوكول العلاج الخاص بيه؟ طيب هو الاول مبدئيا هو لحد الان ما دخلش مصر لحد الان، احنا ما بنتعامل مع فيروسات تنفسيه لاوميكرون حتى الان، ويا رب ما يدخل. طيب عالميا بقى الناس بتتكلم عنه ايه وبتتاخد ازاي؟ اعراضه زي اعراض اوميكرون، اعراض جهاز تنفسي علوي اللي هي ايه؟ رشح، احتقان بسيط في الحلق، مشاكل في العين، حكه في العين، احتقان في الحلق، صداع، ارتفاع حراره لا يصل الى 38 38.5، يعالج بخوافض الحراره التقليديه ماده الباراستامول، لا يحتاج الى مضادات حيويه الا اذا اشتبه الطبيب وجود عدوى رئويه مصاحبه لبكتيريا مصاحبه للعدوى التنفسيه لكورونا، غير ذلك لا نحتاج الى بروتوكولات خاصه لعلاجه، الشخص بيتعافى منه تلقائيا بدون اخذ بروتوكولات خاصه الا الحالات الاستثنائيه اللي احنا قلنا عليها دي، اللي بناخد بقى الادويه الفابيبرافير والادويه الخاصه بكورونا وادويه كورونا الخاصه لمضادات الفيروسات، تؤخذ في حالات خاصه تحت اشراف طبي لحالات كبار سن، لحالات عندها مضاعفات، لحالات خايف انها تخش منه في مضاعفات، شخص عنده سده رئويه، عنده تليف رئوي، عنده حساسيه على صدره وخايف ان هو الفيروس ينزل على الرئه ويسبب مضاعفات، ده اللي بديله مضادات كورونا، ده اللي بديله ادويه خاصه، ده بديله بروتوكولات خاصه، غير ذلك باراستامول، السوائل الدافيه، فيتامين سي، الزنك، الادويه التقليديه اللي بنعالج بيها كورونا، اللي بنعالج بها البرد حاليا هي التي تؤخذ، ملوش اعراض خاصه بيه، هي نفس اعراض اوميكرون، جهاز تنفسي علوي، نادرا ما بينزل للرئه بس بينزل بس بنسب بسيطه، اللي هي المشاكل التنفسيه، النهجان، الكحه الشديده، ودي اعراض نادره اللي هي الجهاز التنفسي السفلي، معظم الاعراض الجهاز التنفسي العلوي زي البرد والانفلونزا. طيب في بعض الاشاعات اللي طلعت كده بتقول ان الحشرات ممكن تنقل العدوى من شخص سليم لشخص، من شخص عنده العدوى لشخص سليم. هل ده حقيقي؟ كورونا احنا في بدايه كورونا اللمس، لو الاكل مش جيد، لو 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 كان في وسائل نقل العدوى كان لسه مهمه، حاليا العدوى الوحيده او الانتشار الوحيد هو فيروس رذاذي تنفسي، سبل انتشاره عن طريق الرذاذ، حتى التلامس لازم انت تكون عطست او كحيت فتره قريبه جدا وحطيت، او حد عطس او انت لمست افرازات شخص مصاب بفيروس كورونا بايدك وحطيت ايدك على مراخيرك، عشان كده كنا بنقول اذا الكلام انه حشرات او حيوانات اليفه فيش الكلام ده، حيوانات اليفه داخل البيت ومصابه وينتقل عند الحيوانات ومصابه بفيروس كورونا ينتقل رذاذي ايضا ماشي عن طريق افرازات، لكن لا ينتقل عن طريق حشره تقرص حد مثلا. هو فيروس رذاذي تنفسي يدخل للاغشيه المخاطيه للانف عن طريق لا اما عطس شخص مباشره، لا اما شخص عطس وانت تلمست افرازاته مصادفه وما غسلتش ايدك وحكيت مراخيرك او قربتها من وشك. لا ده يعني ده كده شخص قاصد يعدي نفسه. بقى احنا كنا بنقول للناس انت كل ساعه في شغلك ممكن انت بتاخد فلوس شخص عطس عليها حطيتها وحطيتها ووقعت ايدك، حاجه مصادفه ممكن حاجه عشان كده احنا بنقول دايما للناس يعني عشان كده كنا بنقول للناس لا نغسل ايدينا يعني مش في الكم للاسف ممكن تعرف حد ما بيعملش الاجراءات الصحيه اللي احنا المفروض اتعودنا عليها خلال فتره كورونا. نعم. طيب ليه اركتورس ده اشد عدوى من المتحورات السابقه له؟ طب لو رجعنا كل التحورات اللي قبل كده بنلاقي ان كورونا الحمد لله منا متربنا بيضعف. بيضعف في الحده ويزداد في الانتشار، يعني تحوره بيخليه اكثر قدره على الانتشار والعدوى ولكنه بيكون اضعف، وده من نعمه ربنا. انا ما عنديش مشكله ان الفيروسات النفسيه تكون معديه لكن تكون بسيطه مش خطيره، حدتها اقل، خطرتها اقل، فالتحور بيصيبه ودي حاجه جينيه قدرة أكتر على الانتشار، على الاختراق الأغشية المخاطية، على نشر العدوى، ولكن ما أصابوش الحمد لله قدرة كبيرة على الفتك وعلى النزول للرئة وإحداث مضاعفات فيها، ودي من نعمة ربنا. التحورات على مر كام سنة اللي فاتت
الفيروس اكثر قدره على الانتشار. اوميكرون هو اسرع من الدلتا، تحولات اوميكرون اسرع من اوميكرون نفسه، ولكن حده الفيروس نفسه الحمد لله لحد دلوقتي لم يثبت ان هو اكثر قوه من سابقه. طيب ليه ادوار البرد المنتشره اليومين دول يعني لقيناها مكمله مع الناس شويه؟ يعني ايامها مش يعني زمان كان مثلا اسبوع اتنين، دلوقتي مكمل دور البرد. اه ما فيش تكسير في الجسم، اه ما فيش ان انا محتاجه ابقى قاعده في السرير طول الوقت، لكن مكمل دور البرد. طيب الناس تعتقد ان هو دور وحيد. لا، انا عندي البرد اكتر من سلاله، عندي الانفلونزا اكتر من سلاله، كان عندي المخلاوي بيبقى اكتر في الشتاء اكتر من سلاله، عندي كورونا اوميكرون بتحوراته. طب انا جالي برد تعافيت، ممكن يجي لي برد تاني. هو البرد انت ما بتاخدش مناعه منه، انت ممكن يجي لك اكتر من دور برد خلال فتره وجيزه. ممكن يجي لك برد بعديه اوميكرون وتعتقد ان هو نفس الدور اللي عندك، ممكن يجي لك برد بعديه انفلونزا. الناس بتقول لك هو انا خدت الدور؟ لا، مفيش حاجه اسمها انت خدت الدور. انت ممكن يجي لك دور بجين مختلف، بتحور مختلف، بفيروس تاني مختلف، ببرد تاني، بكورونا تاني، ولان هم اعراضهم متشابهه فبيعتقد الشخص هو نفس الدور. يعني انت لو جالك زكام ورشح وبرد واحتقان وخفتي يوم او اتنين ورجع تاني هو نفس الدور؟ ما يمكن خدت عدوى تاني. صحيح. لبرد او كورونا، والاولاني كان برد وده كورونا، او الاولاني كان كورونا وده برد، ما بيحموش بعض، او ده انفلونزا. فبالتالي الناس معتقده هو نفس الدور، هو نفس الاعراض بس مش نفس الفيروس. وزي ما انت قلتي احنا في موسم، احنا بقى لنا شهر ما بين شتاء وصيف، على مدار اليوم ممكن تلاقي فصول السنه الاربعه. ممكن تلاقي الصبح حر، الظهر فيه تراب وخريق وربيع. صح. بالليل ساقعه. لا، انت السنه كلها بفصولها متواجده خلال اليوم كامل. ممكن تلاقي بالليل ساقعه، الناس في كتير قوي اعتقدت ان خلاص الصيف ابتدت تلبس ملابس صيفيه. لا، احنا عندنا بكره وبعده ممكن يبقى في انخفاض في الحراره، ممكن يبقى في مطره. لا، ده موسم، ده نازله. لا، ده احنا نحافظ على ابننا دلوقتي، انت هتلبسه ملابس قطنيه ثقيله، مش هنشغل تكييفات، مش هنشغل مراوح دلوقتي، نصبر لحد منتصف خمسة بنسبة كبيرة بيكون الجو استقر إلى الصيف. لكن حتى الأسبوعين الجايين دول لسه الجو متقلب ما بين شتاء وصيف. وبالتالي لا، نحافظ على أطفالنا، ما نعرضهمش للصدمات الحرارية. لا، أنا لا ابني جو حر دلوقتي هقلعه الجاكيت بسرعة، لا وهو عرقان، لا ده أنت هتعرضه لتيار هواء. لا، بالليل خلاص النهاردة حر، فوجئ إن بالليل ساقعة، يصحى ابني مسكوم عنده برد مع إنه كان لسه عنده برد من يومين. ده بسبب التقلبات الجوية، وده موسم انتشار لكل الفيروسات التنفسية بما فيهم كورونا والبرد والإنفلونزا. طب هل ظهور متحور جديد ده معناه ان هو بيجب ما قبله، ولا وارد الإصابة بما قبله؟ بيكون هو الفيروس السائد، مش بيجب ما قبله. لان احنا هو كورونا، فكرة كورونا دي يا جماعة، هو كورونا لن ينتهي كفيروس، ولكنه سينتهي كوباء كجائحة. هو البرد انتهى، كومن كولد كفيروس انتهى، هل الإنفلونزا انتهت من العالم؟ هي موجودة وبتهاجم، بس الفكرة ان انا بيكون عندي اجراءات حماية، بيكون عندي لقاح انفلونزا باخده بيديني جزء من الحماية، باخد لقاح كورونا بيديني جزء من الحماية، لكن كورونا هيفضل موجود بس بصورة ضعيفة. خلاص مش هسأل هو عندي ايه. صحيح. زي ما كان قبل كده انا ما كنتش بقول هو انا عندي اني فيروس. دلوقتي الناس بقى ابتدت بسبب كورونا والميديا، هو عندي كورونا ولا برد ولا مخلوق؟ واصبح مفيش فزاعه ايه ده البيت ده مصاب بكورونا، على كورونا فنبعد عنه ونعزل البيت. وكانت في ناس بتسيب العماره كلها وتمشي بالفعل، وكان في فوبيا وقلق وخوف، وفي نوع بقى من لا انا مش هقابله، لا انا مش هشوفه، مش هتفهمه. كان في اول كورونا نوع من الحاله النفسيه الرهيبه جدا بسبب نسب الوفيات اللي كانت شديده جدا، ما كانش في بيت الا لما تكون في حاله وفاه. لكن دلوقتي الامور مستقره، كورونا يتجه ليكون دور برد، كورونا بيضعف، كورونا بيقل، بس مش هيختفي، لان الفيروسات بتضعف تضعف تضعف، ولكنها بعد كده بتصيب باقل حده، لدرجه ان احنا كورونا هنقول عليه بعد كده انا عندي برد مش كورونا، وينتسي اسمه كحاجه علميه كحاجه طبيه. خلاص نرجع المجتمع يقول انا عندي دور برد، انا عندي دور برد. ليه؟ لان ما بقاش بيه الخوف والحالات الوفيات اللي كانت بتحصل والقلق والمستشفيات والرعايات. لا، نسب اشغالات المستشفيات طبيعيه جدا، نسب الاصابات طبيعيه جدا، نسب الاعراض هي البسيطه جدا. حالة الخوف والقلق اللي كانت موجودة عند الناس ما بقتش موجودة، ان هو يسأل ويروح يجري يعمل مسحة واشعة عشان يطمن، ما بقاش ده موجود، لان هو جاله اكتر من مرة وخد وشاف ان هو بيتعافى وبيخف. فبالتالي التجربة نفسها ان جاله ادوار وخف منها، ما بقاش عنده القلق اللي كان موجود قبل كده في بداية كورونا. صحيح. مين اكتر فئة المفروض تخاف؟ هل الفئة الكبيرة في السن، الصغيرين، الاطفال؟ مين اكتر فئة تخاف من أركتورس؟ طيب الفئة الكبار السن واصحاب الامراض المزمنة، مش أركتورس بس، كورونا هو أوميكرون عموما هو أكثر مضاعفات في هذه الفئة. حدته أقل، ولكن مع الفئة بتاعت السادة الرئوية، مدخنين، كبار السن، أصحاب الأمراض المزمنة، الناس اللي بتغسل كلى، الناس اللي عندها سكر يكون مناعتهم ضعيفة، دول بيتمكن منهم أي عدوى فيروسية سواء كان برد أو إنفلونزا أو كورونا. فبالتالي المتحورات
تتمكن زيها زي العدوات التنفسية بيكون أكثر قدرة على إحداث مضاعفات في الشخص كبير السن أو أصحاب المناعة الضعيفة. الإنفلونزا والبرد بيكون مضاعفاتها أكثر في الأطفال، أما كورونا بيكون مضاعفاته أكثر في كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. صحيح. طيب عاوزين بقى، يعني دايما بيقال الوقاية خير من العلاج، نصايح دكتور أمجد للوقاية من فيروس كورونا بشكل عام أي ما كانت متحوراته. طيب احنا الوقاية دي يعني انا اكون مناعتي جيدة تواجه هذا الفيروس. طب اقوى مناعتي ازاي؟ اول حاجة بقوى مناعتي ان انا اكون واخد اللقاح. ازاي اخد اللقاح؟ طب ما انا اخدته. طب ما انت هتفضل تاخده لو عدى عليك اكتر من 6 اشهر. واحنا مش بناخد لقاح الانفلونزا كل سنة، بس كورونا لسه وباء، لا ممكن ناخده قبل سنة لو انا عدى علي اكتر من 6 اشهر من اخر جرعة. لا هياخد جرعة تنشيطية اخرى تعزز مناعتي تجاه هذا الفيروس، خصوصا كبار السن واصحاب الامراض المزمنة واصحاب المناعة الضعيفة. لو عدى عليهم 3 اشهر من اخذ جرعة بنصحهم ياخدوا جرعة تعزية جديد. دي اول حاجة ان انا اخد لقاح يقيني اذا اصبت. طب انا مش عايز اصيب، لو انا شخص كبير سن ومناعتي ضعيفة ونازل مكان فيه تجمع فرح او بنك، كبار السن هقول لهم لا هنرجع نلبس كمامتنا تاني. لا في مكان تجمعك هلبس كمام. هقول لهم ايه تاني؟ التغذية مهم جدا جدا للشخص كبير السن، ان هو التغذية الجيدة، التغذية البروتينية، قلة الدسم، قلة السكر، اكتر من الاغذية اللي تحتوي على فيتامين سي، ارجع للطبيعة في غذائي، ما اخدش مستحضرات، اخد الجوافة، البرتقال، الكيو، اخد الزنك من البقوليات والمكسرات، اخد الاغذية المناعية الجيدة، قلة الدسم، قلة السكر من الغذاء الطبيعي بتاعي. يبقى انا خدت لقاح واتغذيت كويس. ايه تاني؟ لو انا مدخن ابطل سجاير. مهم جدا، التدخين يضعف المناعة ويخليني صدري يخش في مضاعفات اخطر من الشخص الغير مدخن. صحيح. هنام بدري، اخد قسط راحه من النوم، ارتاح. الراحه النوم مبكرا بيعزز جهازنا المناعي. امارس الرياضه تنشط الدوره الدمويه وتحافظ على جهاز مناعي متوازن. ابعد عن القلق والتوتر وفوبيا والخوف اللي الحمد لله ابتدى يقل. احنا اول كورونا كان الشخص بيفضل خايف وقلقان، ولو جاله كورونا يفضل خايف لحسن هيموت، وده كان ممكن يدخله ويضعف مناعته ويدخله في مضاعفات خطيره عند الاصابه. يبقى اتغذى، ابطل سجاير، انام بدري، امارس الرياضه، ابعد عن التدخين، ابعد عن القلق والتوتر، اعمل اجراءات الاحترازيه لو انا داخل مكان في تجمع، اغسل ايدي كويس، يبقى معايا كحول تاني، البس الكمامه لو اماكن في تجمع. في بيتي الامور عاديه جدا. بلاش بنسلم على بعض، مش لازم الاحضان والبوس، لانه البوس والقبلات لا طبعا. هنرجع يا جماعه، المفترض ان يكون ده اسلوب حياتنا مش مرتبط بكورونا. اجراءات نظافتنا طبعا اي حد بيعطس معروف انه يعني معنا منزل، يا ريت يبقى معنا منزل او في الجنب لو انا مزنوق زي ما حضرتك بتقولي. كل الاجراءات دي المفروض اتعلمناها، تفضل نعلمها لاولادنا، تكون دي اجراءاتنا مش لكورونا بس، للبرد والانفلونزا ولاي عدوى. الاجراءات دي بتمنع انتشار اي عدوى مجتمعيه. يبقى انا خدت اللقاح وطبقت 5 كبسولات غذاء وعدم تدخين ونوم، خدت اجراءاتي، ما ابتديش بقى ان انا دلوقتي لان انا فتره تقلبات جويه احافظ على نفسي من التقلبات الجويه دي، ان انا البس لبس قطن تقيل دلوقتي لسه الجو ما حررش قوي، لحد ما الجو يحرر ما عرضش نفس الصدمات الحراريه، ان انا ابقى لابس تقيل واخفف مره واحده. اتابع بقى حاله الطقس كل يوم، وامهات كتير على فكره بتعمل ده، عارفين الجو بكره ايه، هبتدي اتقل لابني، هلبسه بالليل جاكيت ولا لا لو نازل درس. كل الاجراءات دي لو ما اتعملتها لا انا باقي نفسي، غذاء، مناعه، رياضه، ابعد عن التدخين، اخد لقاح، اعمل اجراءاتي، لو عملت كل ده مش هيجي لي فيروس كورونا او اي فيروس تنفسي. طب ولو جالي هيكون وقعه اقل، حدته اقل، هيكون برد زي ما احنا قلنا، وهيخف منه الشخص بصوره سريعه. احنا بنعمل اللي علينا وفي الاخر الله خير حافظ يعني بالتاكيد، لكن لابد ان اسعى ولابد ان اقي نفسي. وزي ما حضرتك قلت هي امور بسيطه جدا لكن غير مكلفه، غير مكلفه لكن في النهايه بتحميني من ضرر لا قدر الله قد يؤدي الى الوفاه، وبحمي الاخرين حولي. بنشكر حضرتك الدكتور امجد الحداد استشاري الحساسيه والمناعه بالمصل واللقاح. شكرا لكم، كل سنه وانتم طيبين. شكرا لك حضرتك. طيب مشاهدينا فاصل سريع ونرجع من بعده نكمل بقيه فقراتنا، خليكم معنا.
في نهاية كل سنة جامعية بعض الكليات بيكون ليها كده طلبات خاصة من شبابنا، وهو البحث عن أفكار مبتكرة لمشروعات التخرج القابلة للتنفيذ. والتنفيذ هنا مش بس إنك تعرض فكرة على الأساتذة والدكاترة، لا، إنك بتطرح الفكرة، تحط ليها آليات تنفيذ، تنزل الشارع تحققها بنفسك عشان المشروع ده رسالته تقدر إن هي توصل للناس. ده هي بس أنتوا يمكن الجميل فكرة مشروعات التخرج في سنة رابعة تحديدا كلية إعلام، ان انت تلاقي طلبة في كلية إعلام وعندهم دور توعوي ودور اللي هم حس اللي هم يقدروا يشاركوا في قضية مجتمعية بتؤرق، مش هقول بس مصر لكن بتؤرق العالم ككل. الواحد بيحس ان في امل، في حاجة حلوة، احنا امام جيل ناضج، جيل واعي. احنا معنا يعني مجموعة من الشباب في كلية إعلام جامعة القاهرة، قدروا اللي هم يأسسوا حملة كونها. الحملة دي هدفها توعية الناس بتأثير التغيرات المناخية على المرأة. ايه حكاية المشروع وايه الهدف منه وليه المرأة هي المتأثر الأكبر بالتغيرات المناخية؟ ده اللي احنا هنعرفه من أعضاء المشروع. حنين أشرف، الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، صباح الخير يا حنين. صباح النور. ومعنا كمان روان علاء، الطالبة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، شعبة إنجليزي. انتوا الاثنين بالظبط، مظبوط، نص الدنيا. يعني احنا معنا دلوقتي اثنين، بما ان كان معنا اغنية انغام نص الدنيا. احكوا لي عن فكرة كونها، يعني اول حاجة الاسم جه منين، الفكرة جت منين، هل انتوا كلكم بنات بس في المشروع بتاعكم؟ يعني كلية إعلام هو دي السمة يعني والطبع بتاعها، إحنا للأسف احنا مغلوب على أمرنا فيها. هو فعلا احنا بنات بس، يعني عشان كده دايما لما بنقول فكرة المشروع بتاعنا اول سؤال هو انتوا الجروب بتاعكم بنات بس، فيعني احنا بنات. الاسم الحملة كونها جاي من كون المرأة وكيانها، كون المرأة الأرض وكيانها، حياتها وكل جوانب حياتها. أنا لما هحافظ على الأرض اللي هي عايشة عليها فبالتالي أنا هحافظ على كيانها. فبنقول إن هما وجهان لعملة واحدة. الفكرة بتاعتنا جت إزاي؟ جت بالتزامن مع رئاسة مصر لمؤتمر قمة المناخ COP27، والاهتمام الهيئات المصرية بالقضية دي، قضية المناخ والجنس معا، وإطلاق مبادرات كتيرة جدا بخصوص الموضوع ده. مصر دلوقتي ليها رؤية 2030 واهتمام بالاتجاه نحو الأخضر وحاجات كلها نعملها صديقة للبيئة، فحبينا ان احنا نربط الحاجات دي كلها بموضوع ما حدش اتكلم عنه قبل كده، وهو ان التغيرات المناخية ليها تأثير على المرأة. وده اللي الابحاث اللي نشرتها الامم المتحده قالته ان هي بتاثر على المراه اكتر من الرجل. فحبينا ان احنا نتكلم على الموضوع ده ونعرف وعي الناس واصل يعني الى اي مدى في القضيه دي. روان، عاوز اعرف منك بقى ليه المراه هي المتاثر الاكبر بقضيه تغير المناخ من خلال الريسيرش اللي انتوا عملتوه وفكره اللي انتوا قررتوا؟ يعني قولوا لي، اكيد كان في كذا فكره، بما ان انا عارف مشروعات التخرج بتبقى ماشيه ازاي، فاكيد في كذا فكره بتطرحوها الاول على الترابيزه وانتوا قاعدين وبتعملوا زي بوتنج كده وتختاروا. ليه اخترتوا الموضوع ده تحديدا؟ هل دور مجتمعي منكم تجاه المجتمع وبتثبتوا لنفسكم من البدايه لا احنا بما اننا اعلام فاحنا لازم نكون قادرين على تغيير قضيه ما واللي احنا نوعي الناس بيها، ولا الحكايه جت منين؟ ترند مثلا هو المناخ فنركبه، ولا مشيت الموضوع ازاي معاكم؟ هو اوريدي موضوع المناخ هو كان ترند في الفتره اللي احنا اخترنا فيها المشروع، لان ده زي ما زميلتي حنين قالت ان ده كان اوريدي الفتره اللي مصر بتستضيف فيها مؤتمر المناخ. احنا كنا حابين ان احنا ناخد الموضوع من منظور مختلف، ان خلاص الناس كلها هتبدا تتكلم على تاثير التغير المناخي عامه بقى على الزراعه، على الناس بشكل عام. صحيح. بس زي ما هي قالت برضو ناس كتير ما كانتش شايفه المنظور بتاع هو ازاي بيأثر على المرأه. حبينا برضو ان طب ليه اصلا اخترنا تغير المناخ، لان مع رئاسه مصر لكوب 27 وكمان الاس دي جيز او اهداف التنميه المستدامه، كل ده هو ترند عالمي، حبينا ان احنا ناخد منه منظور مختلف. طيب الابحاث اصلا قالت ان تغير المناخ بيأثر على المرأه اكتر من الرجل، ازاي؟ ده بيبقى ليه اسباب صحيه واسباب كمان اجتماعيه. مثلا الامم المتحده قالت انه 80% من الناس اللي بتضطر تهاجر بسبب تغير المناخ بيبقوا ستات، بسبب كمان بعض العادات والتقاليد في القرى والمحافظات بتبقى شايفه انه يعني الاضرار بتاعه تغير المناخ على المراه هنا بيحد من الحركه بتاعه المراه عامه، فبالتالي هي بتبقى المتاثر الاكبر. كمان ده بيأثر عليها، بيبقى الموضوع بيوصل ليه
مشاكل اجتماعيه زي الزواج المبكر، الولاده المبكره، ان الستات بتسيب المدارس، البنات بتسيب المدارس، وكمان ممكن الموضوع يوصل لعنف جسدي مثلا لما الستات بيهاجروا وهكذا. فكل ده كان موجود في الابحاث اللي احنا عملناها قبل ما نبدا المشروع بتاعنا. يعني مش عايزه اتطرق اكتر للحته دي لان ممكن تبقى ليها ابحاث مفصله اكتر، يعني لسه مش قادره استوعب برضو اسباب التغير المناخي في هجره المراه بالاخص، يعني ممكن هجره الاسره بشكل عام لكن المراه بالاخص هي اللي بتضطر ان هي تهاجر بسبب تغير المناخي. ممكن نبقى محتاجين حلقات اكتر نتكلم فيها، لكن خليني اتكلم بالذات عن الزواج المبكر. يمكن دي نقطه انت تطرقتي ليها وهروح لك يا حنين في الحته دي. يعني ازاي ليه سبب كبير في التاثر المراه او بيخلي المراه تبقى او ده سبب يعني من التغيرات المناخيه ان هي تتزوج بدري؟ احكي لي اكتر عن الموضوع ده. طيب هو اول حاجه لما بيحصل ارتفاع في درجات الحراره بيحصل جفاف، فده بيأثر على الأرض الزراعية. فبالتالي أنا مثلا بابايا لو عنده أرض زراعية وباظت بسبب الجفاف والحيوانات اللي موجودة في الأرض دي اتضرت علشان ارتفاع درجات الحرارة والجفاف، فبالتالي أول حاجة أنا أفكر فيها إن أنا أخلي بنتي تسيب التعليم علشان تساعدني وعلشان نعرف إن إحنا نجمع الأكل والشرب للأسرة، لأن الأرض الزراعية اللي أنا بجيب منها الموارد دي اتأثرت علشان الجفاف وعشان ارتفاع درجات الحرارة. فبالتالي أنا لما أخلي بنتي تسيب التعليم مش هيكون عندها خبرة، مش هتكون عارفة تشتغل إيه، مش هتكون معاها فلوس، هتبقى عبء عليا. فأول حاجة أفكر فيها الزواج المبكر ليها. صح. فهي حاجات بتوصل لحاجات. حتى إحنا لما بنتكلم في الأول عن إن الزواج المبكر من تأثيرات التغيرات المناخية على المرأة، اللي هو طب إزاي الزواج المبكر بيأثر يعني؟ فهي فعلا حاجة بتوصل لحاجة، بتوصل إن الست ممكن تسيب تعليمها وتتجوز بدري نتيجة للتغيرات المناخية. أنا عاجبني قوي اللباقة في الكلام وأمام إعلاميات يعني قادمات وبقوة، فإحنا يعني أنا وبسنت نحترس أو نخاف. لا ليه بالعكس يعني أنتوا كل التوفيق ليكوا طبعا. طيب عاوز أعرف منك روان، يمكن علشان تعملوا مشروع تخرج بعد ما بتتفقوا على الفكرة فيما بينكم بتعرضوها على الدكتور المشرف على الرسالة أو المشرف على مشروع التخرج تحديدا، أقنعتوه إزاي بالفكرة؟ مين بقى المشرف على هذه الفكرة تحديدا من أساتذة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وإزاي ساعدكم فيها؟ لأن أغلب الطلبة للأسف أنا حضرت ده أثناء ما كنت بحاضر في إحدى الجامعات كله بيلجأ لفكرة الديكومنتري أسرع وخلاص، يعني احنا عملنا مشروع وانتهى، وللاسف في اعمال بتبقى حلوه جدا لكن خلاص هو احنا بنصرف فيها فلوس كتير قوي عشان نعرضه وتخرجنا والسلام عليكم وخلصنا. فقولي لي التفاصيل بقى بتاعه البروسيس او ازاي قدرتوا ان انتوا تقنعوا الدكتور بالفكره نفسها. اوكي، هو احنا ما عملناش دوكيومنتري عشان احنا عندنا في انجلش سكشن بنختار مشروع التخرج بتاعنا بيبقى في ايه. يا اما بنختار ان هو يبقى في صحافه او في اذاعه وتلفزيون وساعتها ده بيبقى دوكيومنتري وفيتشر، او ان هو بيبقى في مجال الماركتنج فساعتها ده بيبقى سوشيال كامبين اويرنس كامبين. فعشان كده اخترنا ماركتنج. احنا 16 ماركتنج. فكره المشروع احنا كنا حابين زي ما قلت لحضرتك انه ده كان الترند وقتها. كنا حابين ان احنا نعمل حاجه ليها علاقه بالاس دي جيز، حاجه عامه مختلفه. فعشان كده الموضوع كان جه سهل ان احنا نقنع دكتور حياة بدر، هي مدرس بقسم العلاقات العامه والاعلان في الكليه عندنا. فكان الموضوع سهل جدا وهي كانت مرحبه جدا بالفكره لان هي شافت انه لا الجمهور بتاعنا هيبقى كبير وفعلا هنأثر في الناس، ان هو مش مجرد حمله توعويه بنعملها عشان يبقى اسمنا احنا خلاص بنعمل مشروع تخرج وهناخد صحيح. درجات وخلاص، بل انه فعلا عشان يسيب تاثير عند الناس ويبقى فعلا الناس هو ده دوركم. بالظبط. طيب. ده دورنا كاعلاميين يعني. بالظبط. انتوا عملتوا ايه بقى للناس؟ يعني التوعيه كانت عامله ازاي؟ شفتوا الناس عندها وعي كفايه ولا لا؟ اكيد هيبقى مش قوي بسبب انه موضوع التغيرات المناخيه بشكل عام هو موضوع جديد لسه، يعني ابتدينا في الاعلام نهتم بيه خلينا نقول السنتين اللي فاتوا نتكلم عنه اكتر. مصر مهتمه جدا طبعا، كان في كوب 27 اللي كان العالم كله مهتم بيه ومصر بشكل خاص بسبب انعقاده في شرم الشيخ. فالتوعيه كانت عامله ازاي؟ ولما اتكلمتوا مع الناس هل في قابليه للتعلم؟ احكوا لي اكتر. هو قبل ما نبدا الحمله احنا عملنا استبيان علشان نعرف يعني الوعي وصل الى اي مدى، علشان على الاساس ده نبدا ان احنا نحضر الكونتنت اللي احنا هننزله والستبس اللي احنا هنمشي عليها محتوى الخطوات بتاعتها. ده غير كمان ان الناس اللي كانت عندها وعي بالتغيرات المناخيه ما كانتش عارفه ان ده ليه تاثير على المراه. صح.
صحيح. فبدأنا ان احنا نركز ان احنا اول حاجة هنعملها هي كونها واعية، ودي اهداف كونها على غرار اهداف التنمية المستدامة، كونها واعية، كونها مدبرة، كونها قدوة، كونها سليمة، الى كونها متأقلمة. اول مرحلة احنا بنعملها كونها واعية ان احنا بنوعي المرأة بتأثير التغيرات المناخية عليها، فحبينا ان احنا ننزل حاجات على ارض الواقع، وكان اهم ايفنت عملناه ايفنت في الكلية كونها اون جراوند، يعني ده كان المسمى بتاع الايفنت. نزلنا الكلية واتكلمنا مع الطلبة وشرحنا لهم اكتر عن الموضوع، واهتمينا اكتر ان الايفنت الحاجات اللي احنا عاملينها فيه تكون ليها علاقة بالموضوع بتاعنا. بمعنى ايه؟ ان احنا مثلا جبنا اطارات السيارات وعملنا منها زي ديكور الناس تقعد عليه وتتصور، المراية زي عملنا زينة ليها بالاسطوانات، فكرة الريسايكلينج او اعادة التدوير. فالناس بعد ما كانت بتتصور ايه ده، هي الحاجات دي كلها معمول لها اعادة تدوير، فبدأت الناس تركز ان اعادة التدوير ده حاجة مهمة، ده غير كمان ان هو بيعمل شكل كويس، يعني احنا بنوصل لهم الموضوع بكذا فكرة. صحيح. بدلا ان احنا نسألهم اسئلة ونعمل معاهم العاب، اسئلة بخصوص التغيرات المناخية، طيب هل انتم مثلا عارفين ان ده بيأثر على الست اكتر ولا الراجل ان هم يسحبوا ورق؟ فحبينا ان احنا نسالهم اسئله، نلعب معاهم العاب بشكل لذيذ، وفي نفس الوقت نوصل لهم المعلومات اللي احنا حابين نوصلها. ده غير كمان ان في الايفنت اهتمينا ان احنا يبقى في تبرع من الناس، يعني مثلا ان هم يتبرعوا بلبسهم. اللبس ده لو انا مش هعرف ان انا اتبرع بيه لحد او مش هعرف اعمل بيه حاجه، لا انا ممكن اتبرع بيه لمؤسسه بتعيد تدويره تاني، بحيث ان انا ما ارميش اللبس ده. ده غير كمان احنا جمعنا ازايز بلاستيك، وكنا بندي فاوتشر لاي حد ان هو يدينا مثلا 5 ازايز بلاستيك، والازايز دي كلها بدل ما نرميها في ان احنا نرميها ونضر البيئه بيها، لا احنا بنوديها لمؤسسات بتعمل اعاده تدوير ليها. فكل الحاجات اللي كانت موجوده في الايفنت كانت توعوية، يعني بالظبط ان احنا بنعمل توعيه ليهم بطرق مختلفه، سواء بكلامنا او بالحاجات اللي احنا عاملينها خلال الايفنت. يعني انا عاجبني فكره ان انتوا توصلوا الرساله بتاعتكم، يعني بحكم ان انتوا قريبين للجيل الحالي او من الجيل الحالي، فتوصلوا الفكره بنفس طريقه التفكير بتاعتكم. بالظبط. العاب، فكره مشاركات قد تبدو ان هي بسيطه لكن بتحمل مضمون عظيم، طبعا بيساعد الدوله بشكل كبير. لكن عاوز اعرف انتوا دور كبير قوي بتعملوه بمنتهى الصراحة يعني، وفي نفس الوقت هل تواصلتوا مثلا مع المجلس القومي للمرأة دكتورة مايا مرسي، عشان خاطر يعني هي من المهتمين طبعا، وأعتقد لو عرفت الموضوع بتاعكم هتحتضنكم بشكل يعني أبدي، فقدرتوا ان انتوا توصلوا بده؟ دوركم في الجمعيات الخيريه كمان كان في انشطه خيريه، قدرتوا ان انتوا توصلوا من خلال المؤسسات والجمعيات الخيريه، ولا الموضوع مشي ازاي معاكم؟ هو احنا اوريدي خدنا رعايات، اولها مجلس القومي للمراه، خدنا رعايه شرفيه من المجلس القومي للمراه للمشروع بتاعنا، بالاضافه كمان ان احنا معانا 3 وزارات برضو رعايه شرفيه، منهم وزاره البيئه ووزاره الشباب والرياضه. وزاره الشباب والرياضه لان هم دايما بيدعموا المبادرات الشبابيه، وكمان وزاره التضامن الاجتماعي. فده بالنسبه لجانب الرعايه الشرفيه، بالاضافه كمان لهيئات ومؤسسات خاصه كانوا حابين جدا الفكره بتاعتنا وبداوا ان هم يدعمونا. بالنسبه للجانب الخيري، فزي ما حنين قالت احنا بدانا ان احنا نوعي الناس. طب انتوا دلوقتي مش بس الموضوع كلام بيتقال، او انه التغيرات المناخيه والمراه وكلام على السوشيال ميديا، احنا كنا حابين ننزل على ارض الواقع انه يا جماعه طيب دلوقتي مثلا صناعه الملابس بتعمل ايميشنز او انبعاثات كتيره جدا، فعايزين ان احنا نقلل ده من خلال ان انا دلوقتي بدل ما اللبس اللي عندي مثلا يتركن في الدولاب اتبرع بيه لحد يستفاد بيه، بدل ما نجيب لبس جديد، او ان احنا نعيد تدوير اللبس ده. فكل ده كان من خلال جمعيات خيريه تعاوننا معاها وخدنا منها رعايه عشان نبدا ان احنا نوصل ده من خلال يعني الانشطه اللي احنا بنعملها. صحيح. سريعا جدا في اقل من دقيقه، ايه قصه ارض سلمى؟ ارض سلمى حبينا كمان ان احنا نوصل الفكره بتاعتنا للناس، قصه الناس ممكن تقراها او ممكن تسمعها. الست سلمى ست جوزها وولادها موجودين حواليها، عندها ارض زراعيه وحيوانات، فبدانا ان احنا واحده واحده نوصل تاثيرات التغيرات المناخيه من خلال القصه دي، ان الارض لما اتدمرت والحيوانات اللي موجوده لما اتدمرت بسبب التغيرات المناخيه دي، فبالتالي الاسره بدا ان في منها الزواج المبكر، وان جوزها هاجر، وان هما ان هي بقت عايشه لوحدها. فبدانا ان احنا نتكلم عن تاثيرات التغيرات المناخيه من خلال القصه دي ونوضحها، سواء ان ولادها سابوا التعليم او ان حصل زواج مبكر ليه
عليهم، او ان بقى في هجره علشان التغيرات المناخيه اثرت على المكان اللي انا عايشه فيه. فكنا بنوصل الحاجه اللي احنا عايزين نقولها للناس بكذا طريقه، يعني منها قصه ارض سالم. يعني في الحقيقه دور كبير، وانا للمرة الثانية فخور بوجودكم معنا في صباح الخير يا مصر، لأن بداية حقيقية لإعلام قوي. يعني أكيد هتكونوا مؤثرين بمجرد ما يعني تشاركوا في المجال الإعلامي أو العمل الإعلامي. وسريعا كده عاوز أعرف كل واحدة فيكم مقررة إن هي تشتغلي بعد ما تتخلص. أنا نفسي أكون مذيعة. نفسك تكوني مذيعة. أنت لبقة جدا في كلامك وكلامك مرتب وعارفة توصلي المعلومة بشكل حلو، فبنتمنى لك التوفيق. شكرا. وأنت يا روان؟ قريت نشرة أخبار. انت عارفه فوق في كنترول قالوا لي صوتك حلو. يعني احنا امام مذيعتين من الطراز اللي قالوا لي على صوتك هايل، فحبيت بس ما فكرتش ان انتوا تشاركوا في برنامج الدوم او يعني من البرامج الخاصه بالشرق المتحدة يعني وبتفتح فرص قدام الناس؟ لا فكرت، بس دايما حاسه ان انا مش جاهزه. يعني انا اخذت تدريبات واتدربت في ماسبيرو، كانوا بيأهلوكوا كمان اثناء فتره الاختبارات، واتدربت في ماسبيرو، فحاسه ان انا لا يعني بشتغل على نفسي اكتر، كورسات تدريبات لحد ما ابقى حاسه ان انا قادره على الخطوه دي. انتوا قادرين خدي ثقة انت قادرة. لا والله فعلا ربنا يخليك. ناجح جدا وحلو جدا بدليل ان انتم معانا النهارده. بنشكركم على مجهودكم ده، وبليز كملوا زي ما انتم، وخليكم كده عندكم دايما افكار ابتكاريه وساعدوا بيها الناس وفهموا الناس يمكن مخاطر حاجات يمكن ما كناش احنا نفسنا عارفينها. اختار التغيرات المناخيه على يمكن المراه بشكل خاص. عرفونا روان وحنين ايه هي المشاكل دي. كل الشكر ليكم. حنين اشرف طالبه بكليه اعلام جامعه القاهره، وروان علاء الطالبه بكليه اعلام جامعه القاهره، على وجودكم معانا. بنتمنى لكم كل التوفيق. شكرا جدا ليكم. شكرا حنين وروان، وبالتوفيق في حياتكم العمليه باذن الله بعد التخرج. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء التاسعه صباحا مع لمياء حمدين. اتفضلي يا لمياء. شكرا لك احمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعم مصر الكامل للشعب السوداني الشقيق في الأزمة الخطيرة التي يمر بها. وخلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، عرض الرئيس السيسي مستجدات جهود مصر من أجل خفض التصعيد والتوصل إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وأيضا الاتصالات التي تقوم بها في هذا الشأن مع الأطراف الفاعلة. كما أكد الرئيس السيسي على أهمية تفعيل المسار السياسي والحوار السلمي. من جانبه أعرب رئيس المجلس الأوروبي عن بالغ القلق تجاه الأوضاع المتداورة في السودان وتأثيرها على المدنيين والجاليات الأجنبية، مشيرا إلى أهمية دور مصر لدفع جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار وتهدئة الأوضاع. أكد الرئيس السيسي على قوة العلاقات التاريخية التي تجمع مصر واليمن، وموقف مصر الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، وتشجيع كافة جهود إيجاد حل سياسي شامل ومستدام بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية. وخلال استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، اطلع الرئيس السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية. من جانبه أكد العليمي تقدير بلاده للموقف المصري الثابت والداعم للشعب اليمني والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية. ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدما بالشكر للرئيس السيسي لاستخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم، معربا عن تطلعه لمزيد من القرارات المماثلة. جاء ذلك خلال الجلسة 23 لمجلس أمناء الحوار الوطني لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار خلال الموعد المقترح في 3 مايو المقبل. وذكر المجلس أنه بمناسبة الاستجابة من رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائي الكامل على كل الانتخابات القادمة في مصر، يؤكد المجلس استمراره والحوار الوطني في اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي. ودعا الحوار الوطني الأخوة في السودان الشقيق إلى الوقف الفوري للعنف والتفاوض والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
وثمن مجلس الأمناء جهود مصر في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم واستقبال الأشقاء السودانيين وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية. وصلت دفعة جديدة من المواطنين المصريين إلى مطار شرق القاهرة قادمين من السودان بعد أن نجحت السلطات المصرية في إجلائهم، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية استمرار القنصليات المصرية في السودان في جهودها لإجلاء المواطنين المصريين، موضحا أن عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان بلغ 2679 مواطنا حتى الآن. أعلن الجيش السوداني موافقته المبدئية على مبادرة منظمة إيجاد لتمديد الهدنة في السودان لإيجاد حل للأزمة الحالية. وفي بيان له قال الجيش السوداني إن القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح برهان تسلم مبادرة منظمة الإيجاد، وأضاف البيان أيضا أنه تقرر تكليف رؤساء كل من جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على مقترحات حلول للأزمة الحالية، وتتلخص في تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية وإفادة ممثل واحد عن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع إلى جوبا بغرض التفاوض حول تفاصيل المبادرة. أعلنت وزارة الصحة السودانية مقتل 512 شخصا وإصابة 4193 آخرين جراء الأحداث الجارية بالبلاد منذ 15 من إبريل الجاري، من بينهم 169 حالة وفاة بولاية الخرطوم. وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السودانية ذكرت وزارة الصحة أن الخدمة الصحية مستقرة نسبيا، وبعض المستشفيات دخلت الخدمة بعد توقف، مشيرة إلى أنه تم التنسيق للإمداد الدوائي من منظمة الصحة العالمية وعدد من المنظمات العاملة بالسودان. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن سلفه دونالد ترامب يشكل خطرا على الديمقراطية الأمريكية، وذلك غدا إعلان بايدن ترشحه لولاية ثانية في انتخابات 2024. وشدد بايدن على أن سنه البالغ 80 لا يشكل موضوع قلق بالنسبة إليه، لأنه بحال جيدة ومتحمس بشأن أفاق الفوز بولاية ثانية. كان الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب قد أعلن أنه سيخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة رغم أنه يواجه سلسلة من الملفات القضائية. But everybody running for re-election in this time has been in the same position. There's nothing new about that. You're making it sound like Biden's really under. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة، ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. أجمل بداية وأجمل حكاية بمشيئة الرحمن. أنت أكبر من رمسيس، أنت أكبر من نمرتيتي. أخيرا ابتسم لك الحظ يا ميسي. للباحثين عن كرة، هذه كرة الإبداع. الديربي يبدأ مبكرا. فريق طلائع الجيش فاز على غزل المحلة بهدف نظيف في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكري ضمن مؤجلات الجولة الـ24 من بطولة الدوري الممتاز. بالنتيجة دي بيحتل الطلائع المركز الـ17 في جدول الدوري، وفريق غزل المحلة في المركز الـ12 برصيد 30 نقطة.
فريق الزمالك كمان نجح في الفوز على سيراميكا بنتيجة 1-0، وده في المباراة اللي أقيمت بينهم على استاد القاهرة والمؤجلة من الجولة 19 للدوري، وأحرزه التونسي سيف الدين الجزيري. وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الزمالك ل 43 نقطة في المركز الرابع بجدول الدوري، بينما تجمد رصيد سيراميكا عند 30 نقطة. لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا اختارت الحكم الدولي المصري محمود البنا لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، والمقرر إقامتها في الإمارات يوم 5 مايو اللي جاي. بيعاون البنا الحكمين المساعدين هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق وحكم رابع من دولة الإمارات، وهيقود تقنية حكم الفيديو الفار المساعد أو طاقم حكام إماراتي وفقا للبروتوكول التعاون اللي بين الاتحاد المصري والإماراتي لكرة القدم. فريق سلة الأهلي رجال فاز على نظيره فيروفيارو الموزمبيقي بنتيجة 92-74 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على صالة حسن مصطفى بال ببطولة واللي هتستمر فعالياتها لحد يوم 6 مايو اللي جاي. الأهلي على رأس مجموعة النيل اللي بتضم بيترو الأنجولي وسلاك الغيني وأويلرز وكيب تاون. فريق أتلتيكو مدريد حقق فوز على نظيره ريال مايوركا بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم امبارح ضمن فعاليات الجولة 31 من بطولة الدوري الإسباني. بالنتيجة دي بيحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 63 نقطة وبفارق نقطتين عن ريال مدريد الوصيف، ومايوركا في المركز 11 بجدول الترتيب برصيد 40 نقطة. كمان فريق مانشستر سيتي حقق فوز عريض على ضيفه فريق أرسنال بنتيجة 4-1، وده كان في اللقاء اللي جمع الفريقين على ملعب الاتحاد في قمة مباريات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي لسه الأرسنال في صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 75 نقطة. مانشستر سيتي رفع رصيده ل 73 نقطة في الوصافة ولسه عنده مباراتين مؤجلة. فريق ليفربول حقق فوز مهم على مضيفه واستهام بنتيجة 2-1 في المباراة اللي جمعتهم امبارح على ملعب لندن الأولمبي، وده ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي. بالنتيجة دي بيرتقي ليفربول للمركز السادس برصيد 53 نقطة ليحيي آماله الأوروبية في الموسم الجديد، وتجمد رصيد واستهام عند 34 نقطة في المركز الـ14. كمان حقق فريق انتر ميلان فوز صعب على يوفنتوس بنتيجة 1-0 علشان يتأهل لنهائي كأس إيطاليا بمجموع 2-1 بعد انتهاء مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في تورينو. هينتظر كمان الانتر الفائز من مباراة فيرتينا وكريمونيزي النهاردة في نصف النهائي الآخر، ويقام النهائي على ملعب الأولمبيكو يوم 24 مايو اللي جاي. مشاهدينا خلصت نشرتنا الرياضية، ونرجع مرة تانية لأحمد وبسنت نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك يا لميا. يعني في الحياة زي ما بيتقال كده دايما، الحياة فرصة، وإن لم تستطع أن تغتنم الفرصة فلا تلم إلا نفسك. في كتير من الأشخاص بيترددوا دايما في قرارات مهمة في حياتهم، أو بيكون عندهم صعوبة في التعامل في المواقف الاجتماعية أو اتخاذ القرارات، وبتلاقي ممكن بيستجيب لطلبات الآخرين رغم أنه هو بيرفضها، يعني هو نفسيا وداخليا يرفض هذه الطلبات ومش موافق عليها تماما، لكن خجلا من أنه هو يقول لا بيستجيب لهذه الطلبات حتى لو كانت بتستنفذه. وده بيكون ناتج عن الخجل وضعف الشخصية أو التربية تقريبا كمان اللي نشأ وتأسس عليها. بس هنتي ساعات كتير بيبقى الإنسان يمكن متردد عشان هو مش عايز يحرج اللي قدامه، أو يمكن مش عارف أولوياته، مش عارف يحددها كويس، أو مش عارف يعبر عن الأولويات دي، وده بتبقى هنا مشكلة في التواصل، إزاي أوصل معلومة من غير ما أحس من جوايا بالشعور بالذنب إن أنا يمكن
اكون ضايقت حد او حد زعل مني او انا مقصر مع حد، ده بالتاكيد بيكون لي اثاره النفسيه على الشخص، كونه ان هو مش قادر ياخد القرار المناسب او ما عندوش القدره على المواجهه، عشان احنا يمكن ساعات كتيره ما بنعرفش نواجه الشخص اللي قدامنا بالحاجات اللي احنا عايزين نعملها. النهارده هنتكلم عن ازاي تتغلب على التردد والخجل، وانك تقدر انك ترفض طلبات الاخرين من غير ما تحس بالشعور بالذنب. معانا فقرتنا النهارده الدكتوره سمر كشك، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري. منورانا يا دكتور، كل سنه وانت طيبه. نورك حبيبتي، وانت بالصحه والعافيه يا رب. صباح الخير يا دكتور. صباح الهنا. يعني عاوزين نعرف في البدايه ازاي اقدر ان انا اتغلب على حاله التردد اللي بتكون موجوده، او الخجل الاجتماعي تجاه الاخرين اللي بتكون موجوده، اللي احيانا وبنسبه كبيره بتضر صاحبها بفكره اللي هو بيخجل اللي هو يقول لا، او يخجل اللي هو يرفض طلب ما شخص بيطلبه منه. الأول هنتعرف إيه هو الخجل، وهو جزء من ضعيف الشخصية. ضعيف الشخصية بيبقى عنده الحتة دي باينة قوي قوي أكتر من الخجول، لأن ضعيف الشخصية مش بس بيقولها خجل، هو بيقولها إنه هو خايف يخسر اللي قدامه، لأنه صحيح. في احتياج دائم ليه. ضعيف الشخصية ما بيعرفش ياخد قرارات تخصه أبدا، دايما تابع، ما بيبقاش صاحب قرار، فبتلاقيه دايما يدور لا انا مش هزعل ده علشان هيسيبني، ما عادش هيساعدني، ما عادش هيديني قرارات. دايما يكون ملازم للناس اللي هي واثقه في نفسها صاحبه القرار، فما بيقدرش يقول له لا علشان ما يخسروش. صحيح. ففي بعض الاحيان ما بيكونش خجل او ادب او انه مش قادر ان هو يفرض رايه، لا بيكون ان هو خايف يخسر اللي قدامه. ودي بحب اقول للناس اللي هم مش اصحاب قرار، هو بس هيشتغل على حاجة جايز مش كتير من علماء النفس أو الناس الاستشاريين تطرقوا لها، إنه يدور على حاجة هو بيعرف يعملها كويس قوي وينمي نفسه فيها جدا مع نفسه يعني، وبعدين ينجح فيها، هيبدأ يدعم ثقته بنفسه بنفسه. صحيح. أول ما هتبدأ حتة دعم الثقة بالنفس دي هيبدأ حتة الخجل بيبتدي يكسرها. هو اكتر حاجه تخوف البني ادم انه ما يعرفش يكسر الحاجز اللي بينه وبين الحاجه اللي خايف منها. يعني الخجول او ضعيف الشخصيه خايف يتواصل مع الاخرين، خشيه منه ان دي بالنسبه له حاجه كبيره قوي ومرعوب منها، وانه حاسس دايما بالدنو، وانه اقل من الناس كلها، وان الناس كلها حاسه ان هو اقل حد وما بيفهمش. وده بيبقى تأثيرات برضو من البيت ومن المدرسة ومن التنمر، وإنه هو دايما بيسمع لكلام الناس وبيتأثر بيهم. فدي أهم نقطة إن احنا نتكلم فيها، تدعم ثقتك بنفسك إنك تعمل حاجة بتفهم فيها، وابدأ طور نفسك منها، لأن هي الموضوع بقى سهل إن أنا أطور نفسي في أي مجال. هتطلعي سيرش على الجوجل أو اليوتيوب، بتطلعي كل حاجة تخص الموضوع، فتقدر ان انت تبقى تعمل اكتر كمان وتبدع على الفكره اللي انت اخذتها. النقطه الثانيه انه عشان يتغلب على حاجه زي كده، انا ابتدي اقول لا ومش هخاف، ويجربها حتى على اقرب الناس لي. يعني في ولاد بيبقوا مثلا ايه، اتنين اخوات، واحد ضعيف الشخصيه والتاني قوي الشخصيه، فتلاقي ضعيف الشخصيه دايما في احتياج للقوي، فلو قال له لا مره هيلاقي طب ما هي سهله، هي يعني انا اقدر اقول لا واللي قدامي لا زعل ولا سابني ولا تاثر بكلامي، فابتدي اعملها على الناس اللي حواليا المقربين. صحيح. لانه مش هيقدر يعملها مع الناس الغريبه في الاول. بالنسبه للخجول او ضعيف الشخصيه، علشان ان انا ابتدي ادمجه في المجتمع او يقدر ان هو يكسر حاجز الخوف، يبتدي يكلم الناس واحده واحده. يعني انزله اسواق، انا خليه يتكلم مع، يعني اوقات الامهات او الاباء يقولوا لا ما تكلمش انت، انا هتكلم، ما تبادرش انت، انا هقول، اصل انت مش هتفهم الكلام. لا، دي بتخليه مش ضعيف الشخصيه، بتخليه انسان متهالك ما يعرفش يدخل في المجتمع ابدا. هو فجاه هيلاقي نفسه كبر ولازم يندمج في المجتمع، ولازم يبقى قوي الشخصيه، ولازم يبقى صاحب راي. طب انتوا بعتوه من الاساس، فمش هينفع يدمج نفسه في المجتمع ولا يتعامل مع الناس. ابتدوا ادعموا له شخصيته بانه قول رايك، احكي لي ايه اللي حصل في تجمع اهل. يعني يتعود انه يتكلم في وسط ناس. اغلب الامهات تقول اصل ما بيفهمش في الكلام قدام الناس،
ملهاش لازمه خالص. هو خد الكلمه طفل يعني ايه ما بيفهمش يعني. مش بفهم انا بصراحه الاباء والامهات اللي هم دايما هم السبب اصلا اللي بيكسروا في الطفل يعني. بس خليني اديكي اكزامبل عن ناس تانية او انواع تانية من الاطفال. في بعض الاطفال رغاين قوي وبيبتدوا ان هم يشاركوا حاجات بزياده، فساعتها تبتدي الام اللي هو ايه تبرق اهدى شويه، عارفه الحاجات اللي بتحصل دي. ممكن هي هل ده في مكانه ولا لا؟ هي تدخل في الكلام بشياكه. الطفل ذكي جدا وكل حاجه بتتعمل وهو صغير ما بينساهاش ابدا. صحيح. فهي تحاول ان هي بلاش الاحراج قدام الناس لانه هيبتدي يبعد عن التجمعات، هيخاف من المكان ده، التجمع عيله او تجمع منها. اصحاب انه انت بتكسفيني قدام الناس مش هقعد معاكي. هو في الاغلب بيخاف من التجمع الاكتر يعني. لو اتكررت اكتر من مره مع اشخاص مختلفين هيبتدي يتجنبها ويتجنب التجمعات لانه خلاص حس برهبه ان هو قدام الناس بقى شكله اقل واحد وهو اللي بيتهان، فبلاش خالص ان انا اتجمع مع حد وخليني لوحدي. ولو ما ادركتش الموضوع بدري الموضوع بيوصل لمراحل ابعد وبينعزل خالص وبيدخل في اكتئاب. فالام تكون حريصه جدا انها حتى لو عايزه توقف ابنها او بنتها في الكلام صحيح. تتعامل كانها بتتعامل مع واحد كبير بذكاء شديد جدا. ادخل في موضوع مختلف اقول له طيب ايه، طب مامي تقول حاجه وبعدين ابقى اتكلم، انا افتكرت حاجه وعايزه اقولها قبل ما انساها. ممكن ادخل بشياكه من غير ما احرجه ومن غير ما اصغره حتى لو هو صغير في السن، لانه دي خلاص بتتسيب عنده انها خلاص ما ينفعش ان انا اتكلم قدام الناس. صحيح. طيب في يعني في بعض الاحيان يا دكتوره انسان بيتحكم في مشاعره وانسان اخر لا يتحكم في مشاعره، ازاي نقدر ان احنا نوصل في خط وسط ما بين مش الموضوع انجراف في المشاعر، فانا عشان انا بحب الشخص ده فانا هاجي على نفسي وهخسر، ممكن اضر نفسي وضرر مباشر عشان بس لمجرد ان انا بحب الشخص ده، والنقيض منه لا انا حتى لو بحب بس نفسي اولا، وده بعض الناس بيشوفوه اناني دايما، فازاي افرق ما بين ده ما بقاش مضر لنفسي وما بقاش اناني، لا انا موجود في مجتمع لابد ان انا يبقى في نوع من انواع يعني التواصل ما بيني وما بين يعني سائر الاشخاص اللي موجودين في المجتمع، فليك وعليك يعني يكون هات وخد زي ما بيقولوا كده بالبلدي، لكن بشكل معتدل بشكل ما ضرش فيه نفسي. شوف هي في مشكله معانا اننا بنقول ان اللي هو اللي بيجي على نفسه او اللي ما بي ان هو ده ايه طيب قوي وبيتسم بالطيبه. لا هي دي مش بيتسم بالطيبه لو هي هتيجي عليه او هتعود عليه بالضرر. والخجل ساعات يقلب من ان انا ابقى حد خايف احرج اللي قدامي بادب لحد ابتدى يبقى ما عندوش بقى شخصيه. امتى افرق بين الاثنين يعني؟ امتى لو انا شخص اقدر اعرف هل انا شخص فعلا مؤدب او ابني مثلا او بنتي شخص مؤدب او شخص ابتدى ما يبقاش عنده ثقه في نفسه؟ هي باقترانها مع شويه صفات تانية يعني الخجول او اللي هو ما عندوش او ضعيف الشخصيه، لان الخجل جزء من ضعف الشخصيه او نتيجه لضعف الشخصيه، بيكون عنده شويه حاجات تانيه غير ان هو ما بيقدرش يرد على الاخرين. انه عنده انعدام في الثقه في نفسه. دايما تلاقيه بيقول صح في كلامه، يقول لك صح في حركاته كده كويس حلو، ما يعرفش ياخد اي قرار ايا كان صغير لنفسه ابدا، لازم يسال الاخرين وبيسال اكتر من شخص عشان يتاكد من المعلومه. عنده احساس ان هو دايما اقل ودايما محط انظار الجميع انه مش كويس، انه اوحش واحد، انه ما بيفهمش، هو حاسس كده. بيسمع كل كلمه ممكن يبرمجها انها ضده. يعني ممكن الكلمه تكون عادي ما تتقال عادي بس صحيح. هو مبرمجها انها ضد شخصيته ان هو كده وحش. فعلشان افرق بين الاثنين، لو هو مؤدب يبقى في الموقف ده بيوافق وفي مواقف تانية ما بيوافقش بادب. اصل ارتباط الادب بالموافقه لا غلط. انا ممكن ما وافقش برضه بادب. يعني مش لازم اكون موافقاك على طول الخط عشان ابقى مؤدبه. ممكن الاختلاف في الراي لا يفسد للود قضيه. صحيح. وانا ممكن اختلف مع حضرتك في الراي وارفض بادب. فلازم افرق فرق كبير ما بين الادب وان اقول لا
لما يكون حاجه مش موافقاني او ما ينفعش اعملها او لو انا هعملها هتبقى ضد مبادئي وضد شخصيتي وتيجي عليا لا ما اجيش على نفسي. ده الخجل يا دكتور. لكن في بعض الناس بتستفزها علشان ينصاع لتلبيه امر ما، يعني ده بيقولوا عليك اللي انت مش هتقدر تعمل لي الموقف الفلاني لان اصل انت ضعيف وملكش علاقات مثلا، او اصل انت يعني مش بايدك حاجه مغلوب على امرك، فانا بستفزه عشان يعمل لي زي فيلم احمد حلمي. زي فيلم احمد حلمي فعلا هو طلاق ثلاثه يا حاج. ما هو الراجل بقى ضعيف الشخصيه. عشان ضعيف الشخصيه قال لا، هو عايز يثبت باي شكل ان هو لا انا قوي الشخصيه هو بعمل دي بالظبط. هي دي ازاي بقى اللي قدامي ما يستفزنيش؟ ما انا لو قوي الشخصيه مش هيقدر يستفزني بكده. انا لو ضعيف الشخصيه هنساق زي الراجل بتاع احمد حلمي ده يقول له لا انا كويس انا بعرف اعمل كل حاجه. طب انا هعمل اهو. لو انا قوي الشخصيه ولا هيهمني راي الناس ولا هيهمني استفزاز اللي قدامي، لا انا بعرف اعملها بس ماليش مزاج دلوقتي، مش نافعاني، مش ضد ظروفي دلوقتي. عارفه يا دكتور خلي بيقول يقول مش فارق. حضرتك اتكلمتي عن نقطه مهمه جدا. يمكن احنا كنا بنتكلم عن في الاول احمد كان بيتكلم عن طلبات، انا كنت بتكلم عن يمكن خروج مع صحاب او طلب في الشغل او يمكن انت قلتي دلوقتي حاجه مهمه جدا انه بعض الطلبات او بعض الحاجات بتبقى بتخلي اللي قدامك يجرك في مكان انت مش عايز تروح فيه. خلينا نقول حاجات تضر بالصحه، المخدرات والحاجات دي كلها، ازاي الشخص يرفض هنا بقى بجزم لا انا مش هعمل ده ولو سمحت ما تتكلمش معايا في الموضوع ده تاني والموضوع مقفول تماما. يعني ازاي بقى عندي هنا بقى حده في التون بتاعي او في الكلام؟ اعتقد هنا بس انت بتتكلم على الالحاح. يعني انت بتطلبي بإلحاح، برفض مره واثنين وثلاثه بادب وذوق. حتى لو مش بإلحاح حد اتكلم معايا على حاجه ضد قناعاتي تماما. يعني ازاي هنا ارفض من غير ما خلاص الموضوع ده مرفوض انك تكلمني فيه تاني؟ ما ينفعش. لازم ادعم ثقتي بنفسي. لازم اقول انا هقول لا في المواقف اللي ما ينفعش يعني ارضى بيها. هقول لا في مواقف اني لازم ارفض. يعني في اوقات بنقول للناس اتكلموا قدام المرايه. لو انت مش قادر تواجه، مرن نفسك على انك قوي الشخصيه، قادر تقول لا انا مش هينفع اعمل كذا. حاجات اتربينا عليها انها غلط خلاص هي ابد الابدين غلط. مش ده اللي هيجي يصلحها لي او هيقول لي انها صح او جربها مره، زي المخدرات، زي ان هو مثلا امي قالت لي ما تركبش الريس وانا قال لي اركب غصب عنك فانا عارف خطورته فبركب معاه. ففي حاجات كتير قوي قوي في حياتنا انا عارف انها خطر وعارف انها غلط وهتجرني وهنساق. زي سي مثلا سمعت عن شباب راحوا اجروا عربيه من وراء اهاليهم وعملوا حادثه بالعربيه ومفروض ان هم الحمد لله ما جرى لهمش حاجه بس لازم يدفعوا تكاليف العربيه. طب دول اللي دفع تكاليف العربيه الاهل اللي كان رافض بس عشان برضو استفزوه وانت مش راجل وانت مش قادر تواجه اهلك وانت مش هتعرف تسوق العربيه. ده موقف حقيقي حضرتك. ده موقف حقيقي لاصحاب ابني. فهو اضطر ان هو يوافق علشان يسكتهم او ان هو يبقى مش بس ان ابن حضرتك هو اللي دفع تكاليف العربيه. لا هو دفع معايا والله. هو طيب تعاطف معاه ودفع. احنا لو بنتكلم على ده نوع واعتقد اللي حضرتك بتتكلم عليه ده بيبقى موجود عند السواد الاعظم في فتره المراهقه تحديدا. ففكره اللي هو يلا نجرب، يعني انا ما بشوفوش اللي هو ضعف شخصيه او فكره اللي هو تاثير الاخرين فيه اكتر ما فكره انا شاب ولسه بجرب خارج من بيت ابويا مقفول عليا فانفتاح فعاوز اجرب. لا بس اوقات بتبقى ضعف شخصيه لان لو واحد متربي صح وعارف ان ده غلط وقوي الشخصيه هيقول لا ومش هعملها يعني مش هعملها. صحيح. يعني برضه اوقات بتبقى فيها سنه التربيه اللي فيها نوع من انواع الحزم شويه هي اللي بتخليني يعني ما اتاثرش بسهوله. ما ينفعش خلاص انا عندي دي ممنوعه. طيب في ناس بقى عندها عدم القدره على اتخاذ القرار بتكون ظاهرة في أكتر من شكل يعني وبتسبب مشاكل ضعف الشخصية شيوعا بقى، فإزاي برضو نقدر نميز الأشخاص دي وإزاي يقدر اللي هو يشتغل على نفسه لتلاشي هذه الصفة تحديدا؟ زي ما قلت في الأول أهم حاجة إنه يعمل حاجة هو بيعرف يعملها، لأنه لو عمل حاجة بشخصيته الضعيفة وأخفق فيها ما عادش هينفع يعمل دي ولا غيرها. خلاص هو هيحس جواه نفسه ان انا ما بعرفش اعمل حاجه. تاني حاجه العقل الباطن، انا مؤمنه جدا انه الحاجات اللي بتخزنها فيه هي دي اللي بتطلع في الاوقات اللي محتاجها. صحيح. فانا طول ما انا بخزن في عقلي الباطن ان انا قادره اعمل الحاجات دي
رايحة مقابلة شغل، أنا هقدر على مقابلة الشغل دي وهفوز بالوظيفة، إيه يعني ده مقابلة مع ناس عاديين، إيه المشكلة؟ أبسط الأمور لنفسي، أعرف إن أنا الحاجة اللي جاية أخدها بشكل إيجابي، إنها بفكر بلاش التفكير السلبي، بلاش مصاحبة السلبيين، لأن ممكن أنا أكون خجول وبدأت أشتغل على نفسي وأطلع درجة، يجي واحد سلبي جنبي يقول لي لا لا عمرك، مستحيل، لا عمرك هتتغير، ولا عمر الدنيا هتتغير، ولا عمرك هتعمل حاجة، خلاص ورجع لي 100 خطوة لورا. فأصاحب الناس اللي تطلعني قدام مش اللي ترجعني ورا. صحيح. ودي سهل المعرفة بيهم، إنهم دايما آراءه سلبية، دايما آراءه متشائمة، دايما بيبص للأمور بشكل سوداوي. بلاش إن أنا صاحب الناس دي، وأدور على الصحاب اللي تخليني شايف الدنيا حلوة. فأنا يعني لدرجة إن أنا برضو يعني بقعد أقول لناس اتكلموا مع نفسكم إن أنتوا أقوياء، إن أنتوا تقدروا تعملوا كده، إن أنتوا تقدروا تتغلبوا على الصعاب. مفيش حاجة سهلة، لازم علشان تحس بالنجاح لازم تعدي خطوات. حضرتك قلتي يمكن كتير. حاجة مهمة جدا في الأول، إنك قلتي لازم ينجح في حاجة هو بيحبها. لأنه ساعات كتير للأسف البعض بيبقى النيجاتيفيتي أو السلبية دي بتبقى عنده من البيت، مش بس من بره. يعني كتير اشوف صحابي مثلا كان اخواتهم من نفس الجنس، سواء بنت وبنت، ولد وولد، يحطموا في بعض، يقللوا من بعض. فلو انت عندك للاسف من نفس البيت السلبيه جايه لك، انت ساعتها هتعملي ايه؟ فمحتاج ان انت تنجح في حاجه عشان ثقتك في نفسك تبقى يعني قوية كفاية، انك ما تسمعش لأيا كان مين اللي بيقولك، يعني لو عارف تعمل زي قلدني، يعني لو انا صح. لو انا وحشة قوي كده قلدني وبقى زي ناجح. فكان في نقطة هي مهمة قوي. خلال دي بقى انا رسالة للأم، بلاش اقول لابني طب خليك زي اخوك بيشتغل على نفسه وشاطر، بلاش دي، لانه بيكره اخوه وبيكره نفسه وبيكره اخفاقه. هو اكيد نجح في حاجه، ربنا خلق فينا حته ينفع نبته تقدري تنميها وتكبريها، ليكي موهبه وبصمه عني انت تقدري تعملي الحاجه دي، انا ما اقدرش اعملها. فشوفوا موهبته في ايه. الام عليها عامل كبير جدا، ودايما بيركز على الام، لان هي بحكم انها قاعده على طول مع اولادها او على اغلب الوقت، الوقت اللي هم بيتخانقوا فيه، الوقت اللي فيه واحد بينجح والتاني بيفشل. بالعكس انا بشوف الفاشل لما بينجح بيبقى احسن من اللي نجح من الاول. صحيح، لانه ده طعم الفشل، مش عايز يرجع كده تاني. انا خلاص دقت الاثنين وحسيت ان ده احلى، فانا ماشي في السكه دي، خلاص انا عرفت طريقي. فاعرف ابني انه ليه حاجات انت حتى لو فاشل في دي هتنجح بعد كده في حاجه تانيه، اكيد موهبتك في حاجه احسن. بالنسبه للدراسه، مش كل الولاد متفوقين ومش كلهم شاطرين، ممكن يكون هو يعني ربنا مديله ملكة تانية يعني يقدر ينميها. صحيح. ممكن يكون نص نص في الدراسة بس يشتغل على نفسه أحسن بالكلام. الكلام ليه تأثير كبير جدا جدا في بناء الشخصية، وإنه يكون عنده ثقة في نفسه، وإنه يكون قوي الشخصية بعد كده. صحيح. ويمكن أهم ما يميزنا كبشر تحديدا هو فكرة القدرة على التواصل مع الغير والتعبير عما بداخلنا بشكل صريح دون خجل. فدي يعني الصورة اللي خلقنا عليها ربنا. فإحنا ما ينفعش إحنا خوفا من المجتمع، خوفا من نظرة الناس لينا، اللي إحنا لا أنا مش هقدر أقول كده علشان بيني وما بين نفسي، أو علشان خاطر ما زعلش الطرف الآخر مني ونظرة المجتمع ليا تبقى نظرة كويسة. عمرك ما هترضي حد. صح. أعتقد ما فيش حد حتى لو حاول يشتغل على نفسه مئات من السنوات هيرضي كل أطراف المجتمع، لازم هيكون في اختلاف. بنشكر حضرتك معنا دكتوره سمر كشك، اخصائي الصحه النفسيه والارشاد الاسري، شكرا لوجودك معنا في صباح الخير يا مصر، وشكرا على هذه المعلومات القيمه. شكرا يا دكتور. كده مشاهدينا تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوف حضراتكم ان شاء الله بكره في نفس الميعاد. بنصبح عليكم، صباح الخير يا مصر.